احنا دابا لايف في الفيسبوك، دونك مساء الخير للمتتبعين صفحة خميسة، مساء الخير لكل الناس اللي كيشاهدونا. اليوم عندنا لقاء استثنائي اللي غادي نصادفوا فيه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب. معنا كل من زوجة صحفي سليمان ريسون فولاد مختاري، وأيضا والدة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، ووالدة نبيل أحمجيق، وأيضا والدة الصحفي عمر الرادي. صراحة هذه الندوة كانت خططنا لها قبل ما توقعت المستجدات الأخيرة في دخول كل من الصحفي عمر الرادي والصحفي سليمان الريسوني في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما التعسفي الذي دام لأزيد لقرابة سنة بالنسبة للصحفي سليمان الريسوني ولقرابة 9 أشهر بالنسبة للصحفي عمر الرادي. اليوم غادي نلقيو الضوء على المعاناة ديال الأسر المعتقلين الذين دائما بحيث على ان من خلال تغييب ديال الابناء ديالهم الازواج ديالهم كاين الاسر كيكونوا معتقلين هم المعينين الوحيدين ليهم. مثلا في حراك الريف شهدنا كيفاش تم الاعتقال ديال عدد مئات ديال الشباب. كانت في البدايه مطالب اجتماعيه واقتصاديه، من بعد تحولت المطالب كلها الى مطالب لاطلاق سراح المعتقلين. ايضا بالنسبه للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الرادي، عوض انهم الان يكونوا كيوجدوا الملف ديالهم من اجل ترافع واثبات البراءه ديالهم، اليوم حنا كنحاولوا او هما كاسر وهما كيحاولوا على انهم يطالبوا فقط بشروط المحاكمه العادله، وايضا يطالبوا بانهم يتبعوا في حاله صراح. انا بما ان كاين هذا المستجد ديال الاضراب عن الطعام، اذا سمحتوا لي غادي نبدا مع الاستاذه فتحه والده عمر الرادي، نسولها اولا كيفاش تلقات الخبر ديال الاضراب عن الطعام ديال عمر، خصوصا على انه كنعرفوا كانت يعني محاولات حثيثه ديال تنيو على انه يخوض اضراب عن الطعام نظرا لوضعه الصحي. كيفاش تلقات الخبر ديال الظروف ديال هذا الاضراب عن الطعام؟ حنا التقنيين كيتحدثوا على ان عمر تم القطع المكالمه ديالو من بعد دقيقتين اللي كان كيتكلم مع الاسر ديالو. فلينا الام ديال عمر راضي على انها تشرح لنا التفاصيل وكيفاش تلقات الخبر. استاذه فتيحه، مساء الخير عليكم كاملين. شكرا هاجر، مرحبا بصديقة عليا والأخت زليخة وخلود. قلبي معكم، وفي الحقيقة أنا عاد بديت كنحس فعلا بما ما عانيتموه وما كنتم تحسون به صراحة، لأننا حنا يعني كتمر بعض الأشياء، يعني تنقولوا دائما بأنك اللي كيعيش الحاجه ماشي بحال اللي كيسمع بها، وفعلا فالان كنحس فعلا بانه ماشي سهل، والله يكون في العون ديال الجميع الامهات والزوجات والابناء بشكل عام. فيما يخص عمر انا حرقه ديال عمر في الحقيقه، صراحه عندي واحد الحرقه ما قدرتش لحد الساعه مازال ما قدرتش نستوعب انه يعني اعتقل. كيفاش واحد كتشوف انت كتخدم حياتك كامل، وكيفاش انك يعني كتهيئ شي واحد باش يصايب هاد، يعني باش يخدم هاد البلد وباش يقدم خدمات وباش هذا، وفي الاخر كتجي انت كتعتقلو هكاك على والو، يعني مساله يعني بحال اللي فيها نوع من الانتقام. بالنسبه لنا احنا غادي نبدا من الاضراب عن الطعام، غادي نبدا من اخر شيء اللي هو الزياره اللي تمت نهار 26 في شهر مارس، وزياره كانت يعني ما تجاوزتش ساعه الا ربع على اقدر بعد تقدير، يعني ما بين الساعه وساعه الا ربع، وكان ما كانش عندنا الحق اننا نسلموا عليه، اننا نحضنوه، ان يعني من عند بعد وبيناتنا حاجز من الزجاج، وبالتالي الكلام كانه يعني كانت كتهضر في واحد المكان، يعني حنا كنعرفوا ان الحيوطه كلهم ولاو كيسمعوا، ما بقاش شي واحد يقدر يقول شي حاجه غير هكذاك.
المهم هضرنا على المسائل اللي كتتعلق بالصحه ديالو بكذا، وكان عندنا نقاش حول هذا المفهوم ديال الاضراب عن الطعام، لان احنا من البدايه عندنا مبدا ديال انه ما يمكنش يعني الضغط على المخزن ما غيتمش بالاضراب عن الطعام، لانك كدير اضراب عن الطعام فانت كتهلك غير راسك انت، كتحطم الجسم ديالك، كتحطم معنوياتك، كتخرج في نهايه المطاف من بعد نهايه السجن او نهايه المحكوميه، كتخرج انسان يعني شبه انسان، يعني كل شيء عندك مثالي صحيا جسميا عقليا الى اخره. فاحنا كنا كنقولوا بان هناك وسائل اخرى للضغط، منها هذا التضامن، منها الضغط عبر العائلات، منها مجموعه الاشياء، ومنها انه كل ما بقى المعتقل المعنويات ديالو مرتفعه، وكل ما بقات عنده يعني الثقه في النفس، وكل ما بقى مزيان في صحته ومزيان في حالته ومزيان في هذا، فهو كي يعني بطريقه غير مباشره فهو بحال اللي كنقولوا بالدارجه كيقلي السم من المخزن بهذا المعنى، بمعنى انك خصك تكون دائما في المستوى، يعني ما ياثرش فيك داك السجن، الوقت اللي كتخلي السجن ياثر فيك فانت فهو هذاك هو المراد ديالهم، وهذاك الشيء اللي باغينهم، ما باغيين انك تهلك ما يبقى عندك حتى شي حاجه، ومني تخرج ما قاد دير حتى شي حاجه، يعني كيكونوا ديك الساعات انت وليتي ورقه بالنسبه لهم ما كتشوى حتى شي حاجه، يعني ورقه تهناو منها، ورقه كتسقط بوحدها، وبالتالي ما يعني واخا غتخرج ما غتشكل حتى شي خطر عليهم، وما غتشكل ما تشكل ما تقدر دير حتى شي حاجه. هذا هو هذه هي المساله اللي حنا كنا كنناقشوها، وكنا الوقت اللي دخل الاستاذ المعطي منجيب في اضراب عن الطعام، وكان نحييه من هذا المنبر، وكنهنيه باطلاق صلاح ديالو، ولو انه مازال متابع، ولكن على الاقل في حاله صلاح، فهذا شيء هذا هو اللي كنطلبوا حنا، انه يكون متابعه في حاله صلاح. حنا ما كنقولوش ليهم يعني حيدوا التهام ومسحوا وهذا، ولكن تنقولوا لهم على الاقل تابعوهم، هو في وضعيه اللي يقدروا يدافعوا فيها على نفسهم، واللي يقدروا يجمعوا يعني الملف ديالهم ويجمعوا ويدافعوا على راسهم، هذا هو اللي اساسي. بالنسبه لاخر مكالمه، احنا دائما لحد الساعه يعني اللي يسمحوا لينا بالمكالمات، كانت جوج المكالمات في الاسبوع، ومن بعد ولات ثلاثه المكالمات يوم الاثنين والاربعاء والجمعه، والمكالمه كتراوح ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني على حسب انت وزهرك، يعني مره 10 دقائق مره تقدر تمشي 15 دقيقه. اخر مره هي يوم الجمعه، وكنا كننتظروا داك المكالمة بأحر من الجمر، يعني كنقولوا فوقتاش غنسمعوا الصوت ديالو، بالأخص اللي سمعنا أن سليمان دخل في إضراب عن الطعام، فبقى لينا هو يعني الباب الوحيد اللي غيخبرنا أشنو واقع. ففعلا هدرت أنا مع عمر، ومن بعد بدا تيهضر معاه الأب ديالو وصديق ديالو، دونك يلاه يعني ملي كنشوف أنا في المدة الزمنية، لأن التليفون ديالي كيتحسب مدة زمنية، وتنظن كاع الهواتف، فلقيت دقيقة واحدة، يعني دقيقة واحدة هي اللي تكلمنا فيها. أنا طمأني، قال لي ماما راه حنا راني بخير وراني مزيان، ولدي عندك دير الإضراب عندك هذا، ما تخافيش ماما راني مزيان، وصلوني الحوايج شكرا كذا كذا، لأن كنا في نفس اليوم دينا له حوايج، ودينا له ديك المبلغ المالي اللي كنحطو كل مرة في 15 اليوم. وصافي، ومن بعد ملي بدا تيهضر مع الاب ومع الصديق ديالو، فقال له هضر على سليمان، يعني بدا تيقول لهم ها سليمان فوالا شنو كاين وشنو كاين، يعني تيعطي. فشويه شويه تيقول لهم بلاتي راه تعيطوا ليا الناس هادو ديال داك لي غارديان، هو يقول لنا راه صافي، راه قالوا لي حبس المكالمه، راه ما عنديش الحق نتكلم. صافي، كانت هذيك هي يعني داك الكلمات. حنا بقينا يعني من ديك الساعه تقريبا شي وحده ونص ولا جوج الله باش كنعيط، وتنقول بقينا كنتسناو. من عيطت انا لاداره السجن كنستفسر، جاوبوني المسؤول، الناس اللي مكلفين بالهاتف، قالوا لي شكون انتي؟ انا ام عمر راضي كذا. قلت لها الله يخليك، واش ممكن نهضر مع مسؤول او على مع مدير ديال السجن؟ الا كان ممكن. قالت لي شكون انتي؟ قلت انا الام عمر راضي. قالت لي ما كاين مشكل، عيطي من دابا واحد 10 دقائق على ما نشوف. من بعد 10 دقائق بالثمن عاود عيطت، بقيت كنعيط شي ثلاثه د المرات عاد باش جاوبوني.
مهم واش نفس الشخص البنت ولا ماشي هي، المهم كتقول لي شكون انت؟ لا انا اللي عاد عيط دابا عاد، واش ممكن نهضر مع المدير ديال السجن؟ قالت لي لا شكون انت هضري معايا شكون انت؟ قلت لها انا الام ديال عمر راضي فاتحه الشاربي، انا يلاه هضرت دابا عاد وراه قلتي لي غادي. قالت لي لا ماشي انا وحده. قلت لها ماشي مشكل، واش ممكن نهضر مع المدير ديال السجن ولا مع مسؤول غير باش يشرح لي اشنو كاين؟ حيت هي قالت لك ما عندها حتى شي اخبار، شي ما كلاش دلي لي بشي. قالت لي وعرفتي اش غديري؟ انا ما يمكنليش نهضر معاك لانني انا ما عارفكش شكون انت، شكون اللي غادي يقول لي بانك انت هي ام عمر راضي؟ قلت لها انا هذه النمره ديال الهاتف اللي كيعيط فيها وراه عندكم في الاداره ديال السجن، والصوت ديالي راه في سبق لي هضرت مع المدير راه تيعرفني، دونك ما يمكنش. قالت لي لا انا ما يمكنليش هذا، ولا بغيتي اجي لاداره السجن. مشينا للسجن فعلا سوغ بلاص، مشينا للسجن وقفنا بقينا كتما، شافونا في الكاميرا تندقوا. من بعد خرج الكارديان تيسولنا ياك لاباس كاين؟ قلنا له واش دابا واش ممكن ندخلوا عند المدير ديال السجن؟ قالنا ولا نشوفوا شي مسؤول. قال لا ما يمكنش، ودابا حنا انا هندخل نستفسر ونخرج عندكم. دخل وخرج قال لينا راه دابا من دابا الفوق الله يخليكم الا بغيتوا تهضروا ما تبقاوش تهضروا في مسائل سياسيه، وما تذكروش اسماء اخرى، وما تهضروش على سجناء اخرين داخل السجن، هضروا فقط في المسائل اللي كتخصكم، مسائل عائليه، الا بغيتوا يبقى عندكم الحق الهضره. صافي وافينا خرجنا رجعنا وبقينا كنقولوا واش ممكن يعاود يعيط لنا؟ ماشي مشكل حنا نهضروا غير مسائل عائليه، واش يقدر يعيط لنا؟ قال لا. ومباشره من بعد داك الشيء سمعت من جهه اخرى على انه عمر حط طلب بانه او اشعار بانه غادي يدخل في اضراب عن الطعام في عشيه البارحه، وهذا يعني زاد كمل عليا لانه فعلا حرمنا من المكالمه، و ايضا عمر دخل في اضراب عن الطعام، والانكى من هذا ان سليمان ماشي دخل غير في اضراب عن الطعام، دخل في اضراب عن الطعام وعن الماء، وفتشت غرفته بطريقه مهينه، وسمعت على حسب ما سمعت ان حتى المؤونه اللي كانت عنده داخل الغرفه اخذت منه، بمعنى انه اذا بغيتي دير الاضراب عن الطعام فيلا ديروا بالصح، ماشي باش تبقى تقول لنا دايرين الاضراب وانتم كتاكلوا في الغرفه، دونك حيدوا له هذا. هذا ما سمعت ولا، وهذه المساله يعني فيها نوع من الشطاط وفيها نوع من ما عرفتش واش مازال عندي الحق نكمل ولا هادشي غادي. داكوغ على شكرا. مازال من بعد في نفس السياق بغيت نسال خلود، انت اللي توصلتي بالمكالمه من صحفي سليمان الريسوني اللي خبرك اول مره انه غادي يدخل في اضراب عن الطعام، كيفاش تلقيتي الخبر بدايه؟ واليوم التالي كيفاش تلقيتي الخبر ديال انه غادي يدخل في اضراب عن الماء ايضا؟ مرحبا، وكنحيي اولا هاد النساء الصبورات والصامدات، وكنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل في داكشي اللي دوزتو، وحنا ما غنكونوش دوزنا قدكم، لكن كنتقاسموا معكم صراحه هاد الاسى وهاد الالم هذا كما كتقاسموه معنا في هاد الليله وفي هاد الساعه اللي حنا مجتمعين فيها. اولا انا اتصل الموضوع بعد ديال الاضراب عن الطعام، هو كان موضوع مطروح عند سليمان منذ مده، لان في كل مره كترفض فيه الصراحه لسليمان كان سليمان يحتج ويقول انا لدي كل ضمانات الحضور وما كاينش دليل ضدي، ومحضر الاحاله كلهم مبني على مجموعه من الاستنتاجات، ولكن انا بقيت في السجن وغنبقى في السجن. معناه كان يتساءل دائما كيقول لك ودي هذا ماشي وضع اللي انا فيه، وهذا الظلم تجاوز المعقول فأنا سأضرب عن الطعام. في الحقيقة وأنني كنت أتدخل بشكل يعني مستمر في أنه ما يقدمش على هذه الخطوة، أنا كنت كنقول له دائما الله يخليك يا سليمان هذا الإضراب عن الطعام غير أجله. أولا لأن سليمان نقص الوزن ديالو أكثر من 15 كيلو أساسا، يعني هو ماشي في وضع اللي غادي يدير فيه إضراب عن الطعام، لأنه ما كياكلش النهار كامل، تقريبا كياكل حتى العشيه، هذا في العادي. يعني خطوه بحال هذه صحيا ونفسيا عليه لانه في الانفرادي وكذا غتكون صعيبه،
وغتكون صعيبه جدا. يعني ماشي، انا بالنسبه لي الاضراب عن الطعام هو الخطوه اللي مشروعه اللي ممكن يعملها السجين امام الظلم وامام التجاوزات، وهذه حقيقه. لكن في الوضع ديال الانسان مريض وعنده مرض مزمن، وممكن ديك التبعات ديال انقطاع الاكل عليه بديك الشكل، وانه ما يشربش خصوصا الدواء ديالو، لان سليمان خصو يشرب الدواء بشكل يومي، كيخلينا كعائله نحاولوا ناجلوا هذيك الخطوه. اذا انا اتصل بيا سليمان بعدما اتخذ قراره الاخير نهار الجمعه، قال لي وتو تكلم معي في دقيقه تقريبا في المجمل ديال المكالمه، قال لي انا اخبرك نهار الاربعاء عفوا ان تعلني على انني ساضرب عن الطعام بشكل مفتوح ابتداء من يوم غد مع الحدث. بغيت نقول سليمان ودي غير خلي مجال نتكلموا فيه، اولا غير نهضر معاك، خلينا اعطينا فرصه اننا نشتغلوا اننا هذا بلا ما ندخل لهذه الخطوه هذه، خصوصا الان وفي هذا الوضع الصحي اللي انت فيه. فكلقانا تليفون تقطع عليا، معناه ان هذا قرار اخير. طبعا انا في اليوم التالي كتبت هذاك الشيء اللي كتبته، قلت على ان سليمان سيدخل الاضراب عن الطعام، وانا اعرف تبعات هذا الشيء واعرف خلفيه هذا الاضراب عن الطعام بالخصوص، لانني اتواصل بشكل تقريبا يعني منقطع، ولكن اسبوعيا ثلاثه المرات اعرف مال سليمان وشنو مشاكله داخل السجن اولا، وماشي السجن ديال العكاشه، نتكلم عن التبعات السياسيه وراء السجن ديالو في السجن ديال العكاشة. معناه انه سليمان الان اصبح كيقول لك اودي انا لست في وضع ديال ان حياتي توقف على المزاج، لا على مزاج الجهة التي أمرت بالاعتقال، لا على مزاج القضاء أو لمزاج النيابة العامة أو لمزاج جهة أخرى، أو لا أنا إذا احترم 10% ديال القانون في الملف ديالي سأكون خارج السجن. هذا هو اللي كاين. إذا من بعد مع الأسف كيتواصل معايا صديقي دريس الرادي نهار الجمعة كيقول لي راه اتصل بيا عمر قال لي راه ان سليمان داروا له لافوي، يعني قلبوا له الزنزانه اللي فيها هو، وخداو شي حاجات ديالو بما فيهم شي قرعه ديال العسل وكذا. انا ما غنتناقش في هذه الاساليب، لا انا ساقول انها مهينه وحطم الكرامه الانسانيه، لكن كنعرف هذيك الورقه اللي كدار في السجن كنعرفها، الى اي حد يجب اجبار السجين على الاكل، كنجبروه بهذه العمليه انه ياكل اللي كنزول له العسل وكذا، فانت غادي ضروري تمشي تدوز لشي طرف الخبز ولا كذا ولا. فهذه مسائل ما كدارش مع ناس اللي الاعتقال ديالها كيكون عنده خلفيه سياسيه، ما كيدارش مع ناس مثقفين وناس واعيين بمطالبهم وناس واعيين بالمشاكل الاجتماعيه اللي كاينه في المغرب والسياسيه. هذه أساليب تقدر تدار مع مثلا شخصية داخل السجن أو السجين صعب التعامل معه أو لكذا، وعمل إضراب عن الطعام وهو شخصية عنيدة أو كذا، ممكن ربما تكون عندهم هذه الأساليب فلا. لكن مع سليمان ومع عمر ومع معتقلي الريف ومعتقلي الحركات الاجتماعية هادو ناس واعيين وعارفين إلى أي حد أن حقهم، أنهم كاينين في السجن أساسا لأن حقهم أهضم في واحد لحظه من لحظات التاريخ. اذا انا كنتفاجئ بالمكالمه ديال ادريس، قلت له كيفاش؟ قال لي راه على حسب ما قال عمر ان سليمان اضرب حتى على الماء. اذا هنا الكارثه، هنا الكارثه. كنقول ادريس واش انت متاكد من هذا الخبر؟ قولوا لي انا راه على حسب ما قال لي عمر. تناقل بعض الاصدقاء وبعض المناضلين وكذا ومشكورين هذا الخبر في هذا، تفاعلت معه بعض الجرائد الوطنيه ونشرت ما جاء على لسان عمر، اللي اتمنى ان يكون وضعه الصحي الان والنفسي على ما يرام،
لانه هو لولا عمر ما كناش غنعرفوا شنو اللي وقع لسليمان. انا عمر هذه خطوه كبيره من منه، لانه هذاك الحيز ديال الزمني البسيط اللي عنده قال فيه على الخرق اللي تعرض له سليمان داخل السجن. على العموم توجهت طبعا كعائله للباب ديال 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 السجن ديال عكاشه. مشيت تقريبا مع جوه ديال الجوج، دقيت في الباب، خرجوا عندي حنا جماعه الموظفين، طلبت انا نتلاقى المدير. قال لي المدير ما كاينش. قلت له ما ودي الله يخليكم مالكي، قلت له ما ودي الله يخليكم، راه الموضوع راه كاينه شي حاجات كتدور في الاعلام وكتدور في الفيسبوك وكذا على الوضع ديال سليمان، الله يخليكم الا قدرتوا تعطينا واحد الوضع، بما انه اليوم ما اتصلش وما عرفناش واش الموضوع عنده علاقه به، واش سليمان قطع او لا يقاطع حتى الاتصال بالعائله ام منع من الاتصال. بغيت نعرف غير يعني غير معلومه على الوضع ديالو الصحي، على الوضع ديالو النفسي، لان انا ما بقاش حيت سليمان انا اعرف كيف يفكر سليمان. ما يمكن يقدم على هذه الخطوه لانه يقطع الماء الا اللي يدفعوا لها، بالخصوص الاحساس بالظلم، الظلم الكبير جدا، وسليمان ظلم بشكل كبير جدا. يعني ما تعطاتوش فرصه واحده باش يحظى بمحاكمه عادله، ما تعطاتوش. اذا رجعت من السجن ديال عكاشه بلا خبر، بلا معلومه، بلا حتى شي حاجه. لكن انا غادي نتوجه للمؤسسه السجنيه يوم الاثنين قصد مقابله مدير المؤسسه السجنيه باش نفهم هذا الوضع، باش نعرف اشنو كاين بالضبط، وهذا ما حصل. شكرا خلود. بما اننا كنتكلموا على الاضراب عن الطعام، بغيت نتوجه لوالده ناصر الزفزافي وكذلك والده نبيل احمجيق، انهم عاشوا اضرابات عن الطعام، ماشي اضراب فقط واحد، عاشوا يعني معاناة كبيرة لإضرابات عن الطعام اللي كانت كدوم أسابيع، وكان الوضع الصحي كيولي سيء جدا بالنسبة سواء النبيل سواء الناصر وباقي المعتقلين. فبغيناكم على أنكم تحكيوا لنا المعاناة ديالكم أثناء خوض الأبناء ديالكم للإضرابات عن الطعام. نبدأ معك خالتي عليا. تشرفين هاجر ديالي، وكنحييكم من اعماق قلبي، وكنحيي الاخت فتيحه، والله يصبرها، الله يقوى على الصبر على وليدها سي عمر الراضي، الله يقوي حتى هو. وكندعي معاه من اعماق قلبي بحال اللي كندعي مع نبيل ديالي ومع المعتقلين ديالي كاملين، كنقول الله يفرج، الله يصبركم. وواحد تحيه المرأة ديال سليمان الريسوني، الله يقويها ويصبرها حتى هي، والله يقوي حتى هو، الله يكون معاه، والله ياخذ الحق، والله ياخذ الحق لوليداتنا كاملين ان شاء الله. كنحييكم وكنحيي جميع المتتبعين والمتتبعات خارج الوطن وداخل الوطن. الهجر ديالي على شنو الاسئله قلتي لي، راه دابا مع الهضره مع تنسات عليا على الاضرابات، نهضر لك على الاضرابات ولا على المعاناه. الصوت كيمشي كيمشي، ما حتى الصوت ماشي واضح مزيان. المهم على الاضرابات، حنا عشنا وجربنا هاد المعاناه اللي فيهم اخواتنا والدراري، حنا عشنا واحد المعاناه كبيره بزاف. الإضراب مرضنا، الإضراب أهلكنا، الإضراب عانينا فيه، ولادنا كيعانيوا في الحبس، حنا كنعانيوا برا الحبس. راه الإضرابات حيت كيدخلونا في الإضراب، راه زعما كنقول لك ما عندنا ما نديرو غير كنبقاو مراض، وكنبقاو لا ماكلة لا نعاس لا راحة لا المعاناة ديال الإضراب. راه حنا حاسين هاد الناس، حاسين بيهم، حاسين. قال لك المثل العربي، ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به، واخا يحس بك اللي يحس بك، ولكن انت اللي كتعيشي ديك الظروف ديال إضرابك راه صعابين بزاف. كتقول ولدي راه هو في الزنزانة بوحدو، راه هو مكشوف،
ما نعرف تغطى، ما نعرف ما تغطى، ما نعرف مات ولا حي، ما نعرف واش طرالو بديك الزنزانه بديك الكاشو. المهم زعما ديك الظروف اللي عشناها لهلا يقدرهم على شي مسلم، لهلا يقدرهم على شي شباب، لهلا يقدرهم على شي واحد. هاد الشباب اش داروا حتى يضحيوا بحياتهم وبالصحه ديالهم؟ هما واعيين تبارك الله وقاريين وفاهمين، لو كان ماشي حاسين بالحقره وحاسين بالظلم ما يدخلوش في الاضراب، ما يقدوش يدخلوا في الاضراب. وما يجيبوا شتي ديك المره في عكاشه شحال جابوا من الاضرابات، راه فايتين 40 يوم، زيدوا 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 زيد على من يضحيو مساكن وكي يهلكوا صحتهم على حساب حقوقهم في السجن. كيحرموهم التليفون، كيحرموهم من بزاف د الحاجات. زادت هاد كورونا شتي، حرموهم زياره الوالدين ديالهم، العائلات ديالهم، بزاف الحقره الحقره الحقره. علاش هاد الحقره كاع؟ على من؟ اش داروا ولادنا؟ اش داروا؟ ما داروا حتى حاجه، ما داروا حتى شي حاجه. على من يتعذبوا هكا، وعلى من يقاسيو هكا، وعائلتهم ووالديهم يتعذبوا حتى هما ويقاسيو بالمعاناه ديال الاضرابات وديال السجن وديال اي حاجه كنعانيو منها. زعما اش غنقول لك؟ والله الا متاسفه متاسفه بزاف مع هاد السيدات. الله يقويهم، الله يصبرهم، الله يزيد لهم الصمود ان شاء الله، ويزيد لنا حتى حنا. ولادنا تعذبوا بزاف. انا نبيل ديالي حيت كيدخل في الاضراب، فانا والله يا هاجر ديالي ما نكون في الدنيا، راه كنمرض كندخل السبيطار. فهمتي؟ كندخل السبيطار، ما كناكل ما كنشرب ما كنلبس ما كنعس. 4 سنين هادي والله حبيبه ديالي حسبيني بحال الوالده ديالي، ما كنعس ما كنشبع النعاس لحد الان، لحد الان ما كنعس. عقلي غير مع ولدي ومع وليداتي كاملين، راه كنحسبهم كاملين وليداتي، راه كلشي وليداتي هادو، كلشي المظلومين انا كندعي معاهم بحال وليداتي، راه كنحسبهم بحال وليداتي. كيحسوا بالحقره مساكن، كيضحيو بالحياه ديالهم، كيضحيو. علاش اش داروا هاد الناس؟ اش داروا؟ اش داروا؟ ما داروا والو، لا ولادنا ولا معتقلين الراي ولا مدونين ولا الصحافه ولا، ما استاهلوش هاد العيده، ما استاهلوش هاد الحس، ما استاهلوش هاد الاهانه. هما تبارك الله ما شاء الله، هما وطنيين وبغاو يخدموا الوطن ديالهم ويكونوا واقفين مع الشعب، يوقفوا مع الوطن، يوقفوا مع اي حاجه اللي ما كتعمر ليهمش البال ديالهم. نهضوا هضروا عبروا. تعتقلي انت هاد الشروط؟ عيب وعار، عيب وعار تعتقلي هاد الناس. هاد الناس خصهم يتعطى ليهم الوسام لكي يدافعوا على الحق وكيخرجوا على الحق. ماشي زعما هكا، ماشي هكا، والله الا عيب وعار، عيب وعار اللي كيديروا هكا مع هاد الشرفاء، سواء ولادنا سواء هادو مساكن اللي معذبين، هما داخلين في الاضرابات، هما الوالدين ديالهم حتى هما، والنساء ديالهم والعائلات ديالهم معذبين. راه حنا حاسين بهم، حاسين 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 والله الا. زعما اش غنقول لك؟ انا بقاو لي غير كان بكي قبعتهم. ماشي حق هادشي، ماشي حق، هذا راه تعدو، هذا راه الظلم الظلم الظلم. علاش كاع الظلم في بلادنا؟ علاش خص هاد الناس هاد الدوله تحكم بالحكمه وتفكر بالعقل، وخصهم يتحاكموا اللي كينهبوا البلاد واللي كياكلوا الثروات ديال البلاد؟ هادو مساكن كيخرجوا غير على حقوقهم والمطالب ديالهم، حق مشروعه بحال ولادنا اللي خرجوا 7 شهور وما كيخرجوا. انا خرجوا واش بغاو شي حاجه اللي ما كايناش؟ الحقوق ديالهم، بغاو يخدموا، بغاو يعيشوا، بغاو يديروا المستقبل ديالهم، بغاو البنيه التحتيه، بغاو المدارس، بغاو يقراو الناس، بغاو الكليه، بغاو. لا يبقى حنا اي البلادين مدينه فيها الكليه، وحنا ما عندنا لا كليه لا حتى يمشيو يخرجوا على برا المصاريف، وواحد عنده واحد ما عنده. على سميتو على الحقوق ديالهم، على الكرامه وعلى العداله الاجتماعيه، ماشي خرجوا غير هكاك، خرجوا غير خارجين العقل.
راه قاريين وواعيين ومربيين ولاد العائله ولاد الناس، راه الرجوله راه ما يدير هذا الشيء غير اللي عنده الغيره على البلاد وباغيين المعامل يخدموا. واش بنادم قاري وواعي في الدار راه ماشي حق، راه هو عنده الاحلام ديالو حتى هو يمشي يخدم يمشي يكون حتى هو بالمناصب ديالو ديال العيش الكريم، يعاون الوالدين يعاون الاسره يعاون، ماشي الغرض ديالو يدير الفتنه ولا يدير شي حاجه كي كيقولوا هما. لا هادشي غير الغلط، تهمونا بالانفصال، حنا ماشي انفصاليين، ولادنا ماشي انفصاليين، راه العالم كامل كيشهد فيهم، راه ولادنا خرجوا على حق ومشروعه، خرجوا على الملف المطلوبي، وهذه سهله ولا بغاو يفكوها، إتوا والملف ساهل ماهل، غير الظلم، الظلم والحقره، هادشي اللي كدير، حقروهم وحقرونا، وظلموهم وظلمونا. وهما كيظلموا الشعب كامل وكيظلموا الصحافه اللي الصحافه الحرين وقاريين وواعيين وكيخدموا البلاد، كيهضروا على الحق. منهم ديك السيد مسكين ايما اللي في الاضراب اللي في السجن، راه نسيت السميه ديالو، هذاك علاش يوقع فيه داك الشيء كاع؟ علاش 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 حس بالظلم؟ هجر ديالي عارف اللي كنقول لك اللي كندوي مع عليه راه غير تضرات السميه ديالي. يا ربي شفيق العمراني، شفيق العمراني، شفيق العمراني الله يرحم الوالدين. هذاك مناضل مسكين كيناضل مع خوتو كيدافع على خوتو، اش دار هذاك مسكين حتى يدخلوا في الاضراب هكا كاع؟ هذا الشيء هذا زعما اش غنقول لك؟ والله الا كيبقى فينا الحال كيبقى فينا الحال، راه المناضلين والاحرار وحتى نشوفوا هذا الشيء كيوقع فيهم، راه ما كنرضاوش وما كنتحملوش، حنا مجربين هذه الاضرابات، عارفين هذه الاضرابات شحال تساوي. مازال نرجعوا لهذا الشيء، الهضره كتمشي. نرجعوا لهذا الموضوع من بعد، مازال غادي ندوزوا لخالتي زليخة نتكلموا على كيفاش عاشت الاضرابات على وكيفاش كان الاحساس. كنحيي الاخت زليخة، كنحييها وكنقول لها زيدي في الصبر وزيدي في الصمت، تنتية وزيدي الصمت حتى حنا والصبر، وربي كبير ربي يقوينا وربي يصبرنا جميع ان شاء الله، جميع الامهات المظلومين وجميع الامهات اللي حقرات هذه الدوله ان شاء الله يا ربي العالمين، يكون شي فرج في هذه العواشر يا ربي يا كريم لجميع المعتقلين. واخا جابيه يلا متشرفين. عندك الكلمات تكلمي لنا على الوضع كيفاش كنتي كتعيشي اثناء اضراب ناصر عن الطعام. هي اضرابات ماشي اضراب فقط واحد، خصوصا انه كان كيدخل يعني الاسابيع في اضراب عن الطعام، داك الشيء اثر له سلبا على صحته. كنحييك بعدا هاجر، وكنحيي الامهات والزوجات، كنحييهم ومن كانت كتهضر انا حاسه بها على الاضراب عن الطعام اللي داروا، اللي دار ولدها واللي دار الريسوني سليمان الريسوني، حاسين بهم حيت حتى حنا عشنا ديك العذاب وديك الماساه مع ولادنا من كيدخلوا في الاضرابات، كنكونوا حنايا مراضين ما كنعرفوش فين كنصطمو ولا نهضروا ولا نديروا حتى شي حاجه، كنكونوا ولادنا كيكونوا في واحد الماساه حتى هما كما كيدخلوا في الاضرابات، كيديوهم الكشو ما تما الا الارض وشي دوك الملاطي الباليين ومقطعين، هادشي اللي كيديوهم. مين كيديوهم تما كيتقطع حتى التليفون، ما كنعرفوا الخبر ديالهم كي كاينين كل كيفنوا ما كيوا. انا ولدي مش حد الخطرات كيدخل في غيبوبه فكيطيح، واحد النهار باقي كان فاس طاح على راسو بقى كيسير في الدمايات، وهاد الخطره في طنجه حتى يكون ما مشاو، كانوا مشاو المحاميات عنده ومشى الحارس باش يشوف يعيط له يقول له جي راه جاو عندك المحاميات باش غادي تلقاو، مين مشى لقاوه غارق بالدمايات. الاضراب عن الطعام والماء وبنادم البرد وطنجره بارده، من داروهم في الكشو صافي داخ طاح
هبط السكر، هبط الطنسي وكل شيء هبطلو، القهوه الواد الدم. انا ما كنتش عارفه، حيت كانوا قالوا راه الزول فلان وفلان، قال لك التاميك احنا غادي نعلموا العائلات من غادي نرحلوهم، غادي نعلموا، ما علموناش احنا، علموا الاخرين راهم في وجده الاخر في بركان، ولكن اللي بقاو في طنجه احنا ما عارفينش يبقاو في طنجه. حتى مشاو المحاميات من شافوا ديك الشيء خرجوا قالوا ديك الساعه عارفيني لا ولادنا كاينين في طنجه ما رحلوهمش. ولكن من سمعت انا داك الشيء لولدي انا هبلت، سمعت ولدي بقى كينزف، وفين هادو هاد السجن هذا ما كيطلع على المحابس، واش عايشين ولا ميتين؟ حتى مشاو لقاه غارق دمايات السيد، ما عارف راسو طاح على شي، ما نعرف على مطاح شي الحيط تما، كلشي من هنايا من فوق وجهو راسو وكلشي مطبع. احنا عشنا مع ولادنا واحد كرفيس، هاد الاضراب كثر كيهلكنا، نهار كيدخلوا في الاضراب كيهلكونا، عينا ما نقولوا ها ولدي ما تدخلش في الاضراب راه غتهلك صحتك، ها هما هادوك الشيء اللي بغاو غادي يهلكوك ويطيحوك، واخا تخرج ما تقدر تهضر، ما تقدر توقف على رجلك، ما تقدر تدير حتى شي حاجه، كنقول له ما ديرش الاضراب، كيقول لك احنا ما عندناش يفيدنا الا هاد الاضراب، كان بكرشنا كندخلوا في الاضراب باش باش مش حد بالحاجات كيحكم بهذا الاضراب، من هذا الاضراب باش كيحقق بزاف المسائل، حتى التليفون حتى الزياره باش تمشي عنده مش حد السمعه، باش بغاو يترحلوا دابا مفاسره حتى شتي توقع فيه هو، نعرف فاش خرج ديك الاوديو راه اش غنقول لك، راه حشومه حشومه ديال البلاد، وتعريه كما خلق، وتبقى تجرجر فيه اليد ديال مشدو ديال اللور، وتبقى تدي على في الزنازين توريه لعباد الله، زعما ها هي هذه العبره اللي غادي يخرج ليه الدار، علاش غادي تقول تفضح التعذيب اللي داروا لك؟ واش عباد الله عاد كاين بنادم كيدير ديك التعذيب لعباد الله؟ الراجل حشومه ما كنقدروش حنا نخرجوا ديك الكمه نقولوها، وكل واحد اش كيدير؟ ما كتفكر في هادو اش غادي ديروا في السيف؟ ما تدخل في الاضراب، وديك الخطره من هزوهم داروهم في زنزانه انفراديه، بنادم قشطوه كامل حوايجو كامل كامل، ما خلالو حتى حاجه، وبقاو كيجرجروا فيه في الساحه وكلشي كيشوف. ولكن كنحيي دوك المحابس، كنحييهم، ما انتم كيساندوهم ساكن، كيقولوا عاش الريف معاه، ويدعوا دوك سميت دوك الخوانزيين، المهم السنيين، ومساكن كيدعيو معاه، واخا هيداك هو واخا عريان راجل، راه قلتها له، قلت له راجل عليك عريه ولا جلس عراه، هيداك مسكين غادي كيجرجرو فيه، وهو عاش الريف، قال عاش الريف، مرماو في ديك الموطا البرد لي الضو لي والو، عريان حاشاك ندخل دابا في واحد تيجيبوا له واحد السليب ما نعرف ديال من، علاش هي عنده حوايجه هو؟ ديو له حوايج من قشطو هذاك، وديو واحد السماع منين جابوه ولوحوا لهم واحد الشرجون هاك هو نفسو، هادو فيهم الانسانيه ما فيهمش الانسانيه، هادو محقارين، هادو محقارين، حقروا على ولادنا وحقروا على جميع المواطنين اللي كيطالب حقه وكيقول الحقيقه، ما كيعجبهمش ما كيعجبهمش، وما كيعجبهم اللي غيمشيو معاهم اللي غادي يظهر يهضر على حقه. ولدي نهار خرج هنايا في المسيرات ما قالهمش يعطوني الحقيبه ولا يعطوني الاحكام ولا، طالب مسكين بعيش الكريم حتى هو يخدم بحالو بحال خوتو، ما باغي حتى شي فتنه، ما باغي حتى شي حاجه، هما ما خلاو مسكين ما خرجوا فيه فتنه، والبلا في الجزائر واش دار الجزائر؟ يديرها غير هنا، راه يمشي حتى الجزائر، اش بينا وبين الجزائر؟ غادي يمشيو حنايا في بوليزاريو، ما خلو مسكين اي تهمه ما صفوها له، ما خلو، المهم ما داروا فيه، ولكن هو كيبقى راجل، ما هو عطى القاسم على بلاده وقال لك انا بغيت بلادي غادي تكون فيها التنميه، ونكونوا عايشين جميع غادي نعيشوا، ماشي واحد يعيش واحد يموت، لا بغينا نعيشوا كاملين، بغينا التنميه لبلادنا، بغينا المستشفى، حنا فاتنا هنا السرطان. انا هاجر بنتي، انا يكون ما جبرتش المحسنين باش غادي نعالج، باش غادي نعالج، وراجل خدم 42 دائما كنقولها 42 سنه 130 افريقيا هاجر، ديال من
واش الدواء، واش المعيشه، واش دابا الولد اللي في السجن. ولكن انا كنشكر كنشكر الشكر كبير المحسنين الشرفاء والشريفات، هما اللي وقفوا مع ولادنا، هما اللي كيصرفوا على ولادنا. انا دائما كنقولها، كنقول اللي عندي هنايا عندي هنايا، ما غنخدعش. انا كيعاونوني الناس باش نمشي عند ولدي ندير له الزياره، وهما اللي كيصيفطوا له ما ياكل. انا كنقولها بصوت عالي حيت انا ما عنديش، ماشي غادي نتكبر نقول عندي عندي، ما عنديش. ولكن الحمد لله الناس دايرين فينا الثقه، الناس عجبهم هذا الولد خرج، ما خرجش على شي حاجه اخرى، على ديك الشيء كلشي خرجوا معاه الناس، العيالات اللي كانوا كاع ما كيطلوا من الباب، والاخير خرجوا معاه وكيساندوه. حيت على من خرج حتى هما كيبغاو، حتى هما مساكن حتى هما بغاو يعيشوا بالكرامه ديالهم، ولادهم يخدموا ويعيشوا، حتى هما يديروا الاولاد ويديروا العائله ويديروا. وفحال دابا شوف كلشي ولادنا كلشي تهاجروا لاوروبا، كلشي ماتوا في البحر. علاش بغينا التنميه لبلادنا؟ باش ما ولادنا ما يمشيوش، ولادنا يكلسوا بلادهم، يخدموا بلادهم، يكبروا الدوله ديالنا غادي تكبر تكون مزيانه، يكون عندنا الحق ديالنا. غادي نكملوا، مازال الاسئله جايين باش نقسموا المواضيع. نرجعوا للاستاذه فتيحه، غادي نرجع معاك للفتره اللي كان كيمشي فيها عمر للتحقيق. عمر تقريبا تم التحقيق مع ازيد من 100 ساعه. بغيتك تحكي لنا كيفاش كنتي كتعيشي هذيك اللحظات ديال كل يوم كترسلي ابنك وما عارفاهش واش غادي يرجع ولا لا، كيفاش كنتي كتعيشي كأم؟ شكرا مره اخرى اخت هاجر. بصراحه انا ما قدرتش نتماسك نفسي من الشهاده ديال اخت زليخه وديال اخت عليا. الله معاكم والله يصبركم والله ياخذ الحق، هذا الشيء اللي غادي نقول. المهم العوده للموضوع ديال عمر راضي، عمر راضي صحفي، عمر راضي. عمر راضي المأساة ديالو ما غتبداش من يعني من هاد جويلية 2020، ولكن غتبدا تقريبا من سنة قبل، يعني الوقت اللي كانت تعتقل في نهاية ديسمبر 2019، كانت تعتقل 5 أيام على إثر تدوينة. هو كان كتب واحد تدوينة كيندد فيها بدك الأحكام ديال 20 عام وديال ضد ناصر زفزافي ونبيل أحمجيق وكل الناس ديال ريف. هو ما عجبوش الحال لأنه كان تيساند وكان تيحضر في الوقفات ديال ناصر الزفزافي، وكان كيصور كيوثق اللحظات وكيكتب يعني تيسجل مجموعه من الاشياء. وبالتالي مني كانت المحاكمات كان تيحضر المحاكمات، ومني خرج الحكم ب 20 سنه على ناصر وعلى الجلول وعلى المهم المجموعه كامله ديال ريف، الاحكام كامله اللي تراوحت يعني قرن من الزمن. فهاد الاحكام يعني خلاته بحالي ما بقاش حامل راسو، تيقول كيفاش حنايا في دولة كتحترم راسها وكيفاش قضاء انه يحكم بهذا الشيء. وفي ظل هاد يعني ديك نقولوا يعني بحالي زعف، بحالي طلع له الدم، ما عجبوش الحال بهذا المعنى، ما عجبوش الحال وكتب واحد الجملة بسيطة على أنه هذه الأحكام جائرة في حق ناس شرفاء تيطالبوا فقط بتغيير الوضعية الاجتماعية، وهو اللي كيطالب بها الجميع يتحكم عليهم بهذه الأحكام هذه. فهذا الشيء حكم جائر، وكان وصف من قام يعني القاضي اللي نطق بهذا الحكم اعتبره كأنه جلاد بالمعنى يعني المجازي، أنه جلاد يعني بحال اللي قتل، بحال اللي قطع الريوس لهاد الناس. وهنا بقى فيه يعني جوج المرات يعني مباشره من بعد التويت كانوا عيطوا له، يعني من بعد ديك التغريده كانوا عيطوا له واستجوبوه، ومن بعد يعني ودازت المساله. وهاد يعني الانستنتاق الاول اللي كان في افريل كان تصادف مع
انني انا كنت نعسه، كانت دايره عمليه جراحيه، كنت نعسه في السبيطار، وكان يعني كان مقسوم بيني انا وبين اشنو غادي يوقع، وكان يعني النهار كامل ديك اللقاء كان تم اكثر من 6 ديال الساعات. ومن بعد رجعت ضحكت قال ما هذا ما عندهم ما يديروا، لا سولوني علاش شنو كنقصد كذا وكذا. المهم 8 اشهر من بعد، من بعد هاد الجلسه الاولى 8 شهور من بعد غادي يعيطوا له، واثناء يعني الاستنطاق غادي يعتقلوا، غادي يتعتقل لمده 5 ايام غادي. وهنا فين غتكون، وكنشكر يعني اللجان اللي تشكلات ديال التضامن الوطني والدولي، واللي بالفضل ديالهم انه ما استمرش في السجن، وتم يعني اطلاق سراحه ومتابعته في حاله سراح، وتحكم من بعد في شهر مارس باربع شهور موقوف التنفيذ وب 500 درهم غرامه. هذه كانت مع، ولكن نحن نعرف بان المخزن والسلطه ما كينساش، فهاد العمل هذا بدا كيسجلوا عليه مجموعه ديال المسائل الى اخره، الى ان جات في شهر ديال جويي ديال جوا عفوا في 22 جوا، كانت كنظن منظمه العفو الدوليه هيومن رايتس واتش، كانت ولا ما عرفتش بالضبط واش امنيستي ولا، اللي كانت خرجت مقال كتقول بان عمر راضي، صحفي عمر راضي تم تجسس عليه. نعم يتم التجسس على هاتفه، ومباشره من بعد هنا غادي يبدا العذاب، وغادي يبدا انه كيتم يعني لأنهم يعيطوا عليه كل تقريبا كل يومين، يعني بدأوا من يوم 29 يونيو 2020 إلى غاية 29 يوليوز، يعني شهر كامل من 29 جوان 29 جويلي 2020، وغادي يتم الاعتقال اليوم اللي غادي يتم فيه الاعتقال. هذه المدة كلها يعني كان كل يومين كيعيطوا له، وكان انه كيتم الاستنطاق ديالو لاكثر من 10 ساعات، ما بين 8 9 10 ساعات في اليوم. وكنظن ان الناس اللي كانوا متابعين معنا الوضع في الفيسبوك كان يوميا الوقت اللي كيكون ها هو عمر دخل المقر ديال الفرقه الوطنيه، حنا كننتظروه ثم الخروج ديال، يعني كان من العديد من الاصدقاء ومن الناس اللي ماشي يعني غير مجرد الناس كيعرفونا عبر الفيسبوك اللي كانوا كيتبعوا هذاك الكالفير، يعني داك المأساة ديالنا المستمرة اللي دامت شهر تقريبا، وكان فوق ما كيتم الاستجواب ديالو والاستنطاق ديالو. وهاد الاستجوابات يعني واخا كان هاد السيد مع قاتل بوحماره ولا ما عرفتش شنو غادي نسميه، ما غاديش يديروا مع هاد الاستجوابات بهذه الطريقه هذه، والمسائل واضحه. وبالموازاه مع اسمحوا لي دقيقه، بالموازاه مع الاستنطاقات ديالو عند الفرقه الوطنيه، كانت صحافه اخرى، يعني كانت يعني جهات اخرى كتحاكم مسبقا وكتعطي الاحكام ديالها، اللي هي الصحافه ديال تشير، واللي كانت يعني كتخرج الشرطه الفرقه الوطنيه كتستجوب، وما تم استجوابه يعني المفروض انه سري كنلقاوه منشور على صفحات الجرائد المخزنيه، وكنلقاو بان القناه السيئه الذكر المشهوره بالتشهير تلقاوها دائما منتظره في الباب ديال الفرقه الوطنيه وكتصور، والفرقه الوطنيه يعني ما كتقول لها لا علاش كتصوروا، بحيث انها كتصور حتى موظفين ديال يعني ديال ديال ديال, ديال الامن ديال الفرقه الوطنيه. وهاد الصحافه يعني انها حكمات وعطات الحكم ديالها النهائي، وكنسمعوا انه السيده كتهضر معاه في التليفون مباشر وكتقول لك ها هو الصحفي عمر راضي الجاسوس المغتصب، او يعني هاد المسائل كلها يعني
فيها إدانة. لو كنا في دولة كتحترم راسها كتحترم نفسها وكتحترم المواطنين ديالها وكتعتبرهم، فكانت غتدين هاد الصحافة هذه، وغادي تحاول يعني توقفها وتتابعها قضائيا. علاش؟ لأنك أنت كتحكم قبل ما يبت القضاء، وقبل من المتابعة السيد يالله تعيطوا له كيسولوه، وانت حكمتي عليه وقضيتي ونضيتي صافي. والناس اللي كيتابعوا هذا الشيء فما تهمهمش، لان شنو المهم هو انك كترمي ملي كتكون واحد البركه راك يعني هادئه وكترمي فيها واحد الحاجه، ما يمكنلكش تحبس ديك الساعات، كيخصك واحد المده باش تحبس داك الحركه ديال الماء. فنفس الشيء الاشاعه هذا الشيء اللي كدير، فهي يعني كتقضي على النفسيه ديال الواحد، كتقضي على مستقبله، وكتخلي حتى المصداقيه ديالو كتضربها، وكتولي الناس كيخافوا يتضامنوا معاك، لان تيولي انه كلشي تيقول وهذا السيد هما اتهموه بالتجسس، هما اتهموه، اذا فهو فعلا الا هضرنا معاهم او عيطنا لهم حتى حنا غادي تولي الاسم ديالنا في اللائحه ديال الناس اللي كيهضروا معاهم، وبالتالي غنوليو حتى حنا متابعين، وحتى حنا غادي نوليو داخلين في هذا. اذا هذا جزء من المعاناه، ولكن المعاناه الكبيره هي انك ملي كتلقى المسائل ديالك الشخصيه منشوره يعني للعموم، انك مثلا كينشروا لك المكالمات، كينشروا لك يعني الحساب البنكي ديالك، كينشروا لك اشياء اللي المفروض انها محميه بالقانون، وانك في دوله كتحترم القانون. كيفاش بغيتينا حنا يعني ننتقوا في هذا القضاء هذا؟ كيفاش بغيتينا ان ننتقوا ولا واحد حرك اصبع باش يقول ان هادو؟ ومني كتلقى ان شي واحد الفوق مجرد، وحنا شفنا المتابعات ديال الاخبار اليوم، شفنا المتابعات اللي تمت مع سليمان، شفنا المتابعات من اشخاص اللي كانوا كيقولوا بانهم تم التشهير بهم، وكيفاش انهم يعني تحكمت لصالحهم. علاش؟ لانهم عندهم نفوذ، وانت لانك انت مواطن بسيط فما لا اعتبار لك، انت ما يمكنناش نعطيوك نعتبروك بنادم، فانت شي حاجه كنقضي، انت مواطن، انت صوت، انت كتادي ضرائب، انت كتهذا، ولكن ما عندكش الحق انك تستفد من داك الشيء، فانت فقط مجرد يعني رقم في المعاملات، رقم في كذا، ولكن لا حقوق لك وما عندكش الحق تهضر. هذا هو المشكل اللي كاين. ثم من بعد انتهاء هذا يعني هذا الجرجير ديال الاستنطاقات، انتقلنا يعني في اليوم الاخير، ومع الاسف انه اليوم الاخير اللي كان استدعاوه واللي كان تصادف يعني مباشره من بعد، لانه ليله قبل اليوم الاخير كانوا عيطوا له الدرك الملكي في القضيه ديال الاغتصاب، واللي قضيه الاغتصاب اللي نبتت يعني، فالناس كتكون كتسائل انت متابع من اجل اشياء معينه، وبين ليله وضحاها كتظهر جريمه اخرى، فهنا كتسطش شويه. ليش؟ غير معقول. كيفاش عمر يعني الشاب المتفتح المناصر للمراه والمدافع عن حقوق المراه، كيفاش انه يصبح هو من ينتهك حق المراه؟ فهذه المساله هذه كتخليك كتبقى يعني في حسابك، كيفاش انت يعني كيفاش يمكن تقبل فهاد المساله هذه؟ وانا ابني كنعرفه مزيان، وكون كان غير عندي ذره ولو ذره شك في سلوكه قلت انا غنقول فعلا يقدر، ولكن هذه المساله مستحيله. فربما انا كنقول الشباب كيتوافق بيناتهم، كاين علاقات وشغلهم هذاك حقهم، انا ما ندخلش فيها، ولكن باش يكون بالعنف وبهذا فهذه المساله انا يعني لا اقبلها ولا ارتضيها، وانزه عمر عنها. بالنسبه ما جرى بعد ذلك هو انه في اليوم الاخير يعني من بعد الدرك الملكي كان عنده لقاء اخر، وهو من بعد الدرك الملكي كان عنده كان يوم 27، يوم 28 كان عند الشرطه، عند الشرطه الفرقه الوطنيه، مشى وهو كان صباح عيان لان بقى عند الدرك الملكي حتى لشي 10 الليل، ومني جا منهك صباح ما قدرش ينوض، وكان عنده استدعاء مع التسعود. مني مشى ما مشى حتى لشي جوايه 11 ولا شي حاجه، مني وصل
بحال اللي غضبوا عليه قالوا له حنا والله سير ترجع غدا هكا السيد غترجع لنا غدا. هو هذاك النهار لانه متعب مشى شاف طبيب وخدا شهاده طبيه ديال الشهر ومعها ادويه والطبيب قال له خصك ترتاح. قال لك انا غدا غادي نمشي غندفع لهم هاد الشهاده الطبيه وغادي نشوف. هو من يوصل مباشره ما وصل عندهم كيعتقلوا. وداك اليوم هو اليوم اللي ما مشيناش معاه مع الاسف، واللي انا لحد الساعه مازال كنحس بواحد الحنق واحد الالم كيفاش انني ما مشيتش معاه داك اليوم. اليوم اللي ما مشيتش معاه واللي مشى فعلا اليوم الوحيد اللي ما داش معاه الملابس وما داش معاه مسائل مجهزه. علاش؟ لانه قال لي راه ما غاديش يعتقلوني، غنمشي وغنرجع دابا. حتى كيتصل بينا بالتليفون تيقول لينا عيطوا للمحامي عيطوا لكذا راه غادي يعتقلوني. ومع الاسف تصادفت مع نهايه الاسبوع مع عيد العرش مع العيد الكبير، وراك عارف حتى المحامي ديالو كان خارج المدينه من مدينه الدار البيضاء، وكان غير الاستاذ المسعودي مشكور واستاذ اخر لا اذكر الاسم ديالو هما اللي حضروا معاه. ولكن شنو نقول لك، يعني انا ما بقيتش كنعرف اش كندير هذاك النهار. ودازت يعني كانت ليلة يعني يوم 29 يوم 30 كان عيد العرش مع العيد الكبير يوم 31، وبقينا يعني هذه المدة كلها فقط أنهم سمحوا لنا، لأن مع العيد الكبير سمحوا لنا أننا يعني كان يوم الأربعاء يعني هو دخل يعني يوم يعني يومين او ثلاث ايام من بعد ما داز الحد، يعني حيدوا السبت والحد 2 3 4 كانوا سمحوا لنا بالزياره وقالوا لنا باش تجيبوا شي حاجه ديال اللحم وكذا، ولا كاين شي كتوبه ولا شي حوايج هذه. وكانت هذه هي الزياره يعني ما شفناهاش، فقط اننا عطينا لان كانوا تدخلوهم في الحجر ديك الساعات كان ممنوع يشوفوا شي واحد. وهكذا هكذا استمرت يعني من ذاك الوقت الآن يعني من يوم 29 جويه واستمر يعني شهر أغشت كله ما كاينش كاينه عطله اداريه عطله قضائيه حتى 22 شتنبر عاد كانت اول جلسه ديال مع قاضي التحقيق. ومن ذلك الوقت الآن هذا هو اللي كانت هذا الشيء في الشطر الثالث. دابا غادي نتوجه محمود سليمان الريسوني، يعني خضع الحمله واسعه ديال التشهير والهجوم عليه قبل الاعتقال. بغيناك تحكي لنا كيفاش عشتي معاه هذيك الاسابيع الاخيره قبل الاعتقال ويوم الاعتقال، لانك كنتي حاضره يوم الاعتقال ديالو، كيفاش عشتي هذيك المرحله؟ اذا وسليمان تم الحكم عليه ودوز المرحلة ديال قاضي التحقيق ودوز المرحلة ديال الحراسة النظرية وكل شيء في جرائد التشهير. معناه أنه جرائد التشهير خرجت قرار قضائي مشمول بالسرية المفروض، وقالت على أن هذا السيد سيعتقل في اليوم فلان فلاني وغادي يمشي للحبس وما غاديش يدوز العيد في دار. طبعا قبل من هذا الشيء انا بعدا شخصيا داكشي اللي كنت كنقرا كيتكتب لا عليا ولا على سليمان، كنت كنقول دابا هاد الناس خصهم يصورونا على اننا عصابه منظمه تمس بسلامه المغرب وبامنه وبتقديراته وبكذا. مهم أننا إحنا ناس ما مزيانينش وهكذا سيهيئون الرأي العام على أساس أننا إحنا راه يجوز فينا السجن وتجوز فينا كل الخروقات الحقوقية والقانونية والدستورية، وغادي نتعزلوا من التضامن ديال الناس وغادي نتعزلوا من حتى أننا نتلاقوا الناس وأننا نتواصلوا معهم أنهم يكونوا سند لنا في هذه المرحلة العصيبة. طبعا أنا تابعت عشرات المقالات يعني تكتبت على سليمان، تكلمت عنه بطريقة زعما مهينة للكرامة الإنسانية، والغريب هو أن الطريقة اللي كانت تكتب بها هذه المقالات على أساس أن هاد الناس هادو
كنا كندوزوا معاهم العواشر، واننا عندنا بهم علاقه كبيره، وانهم كيدخلوا عندنا للدار، واننا عرضناهم شي مره جاوا عندنا وعرضونا حتى نحن مشينا عندهم. زعما اعتذر على هاد الشعبويه، ولكن كانوا كيتكلموا بيقينيه كبيره على ان سليمان جاني وعلى ان سليمان مغتصب، لان طبعا التدوينه الاولى اللي خرجت فيها الاعتداء الجنسي والاغتصاب وكذا، اللي من بعد غادي تحول لمحاوله الاغتصاب، من بعد غادي تحول لحاشا الناس اللي جالسين لاشياء اخرى. داكشي عنده علاقه ايضا بالتوجه العام لهذا الملف، واش كاين فيه ادله وما كاينش فيه ادله، وتلك حكايه ذات شجون ممكن اننا نفصلوا فيها في جزء اخر ونقدر نعطي فيها معطيات اخرى. اللي كاين هو انني وصلني المقال ديال ان سليمان سيعتقل. انا كنت عارفه ان سليمان غادي يتعتقل، وسليمان ايضا كان يدري على انه غادي يدخل الحبس. الغريب في الامر هو ان فعلا سليمان تعتقل يوم 22 ماي. انا كنسكن امام مؤسسه عسكريه اللي هي الحرس الملكي، والمكان اللي انا كنسكن فيه المفروض ما كيدخلولوش الناس بزاف، ما كيدوزوش، ماشي ان باساج اللي كيدوزو منه الطوموبيلات بزاف او لا كذا. ومكان اولا بعدا كيخضع للمراقبه مشدده، فيه كاميرات كثيره وكذا الى اخره، وهو قريب من القصر الملكي وكذا. فبالتالي هذيك المكان ملي لقيتو انا عامر بالناس طرحت سؤالا على نفسي، قلت انا هاد الناس هادو اكيد جايين باش يعتقلوا سليمان، لانهم انا فيما كنت كنطل من الشرجم كانوا كيبانوا لي كيشوفوا في الشرجم. الى الوقت اللي وقع لي واحد الحادث غريب ما عرفتش انا السبب ديالو، هو ان قبل ما يتعتقل سليمان ب 20 دقيقه غرق المنزل بالماء، غرقت الدار كامله بالماء وما بقيتش انا قادره نتحرك، لكن حسيت بشي حاجه ماشي تلهيه، فمشيت للبالكون بقيت كنطل على غير العاده. زعما انا ما كنطلش بزاف من البالكون، لكن ديك النهار مشيت كنطل كنقول ربما كاين شي حاجه جديده او كاينه شي زياره ملكيه او لا، يعني العدد ديال الناس كان كبير تحت من المنزل. فملي توجهت للبالكون غادي تكون ديك الساعه السياره ديال سليمان داخله اللي كانت فيها الوالده ديالي معاه، غادي تدخل الشارع اللي انا كنسكن فيه، والوقت اللي بغى يوقف سليمان الطوموبيل فاذا باربعه الناس كيتوجهوا للطوموبيل كيفتحوا الباب كيخرجوا سليمان. وما عرفتش انا شنو الحوار اللي دار بينهم وبين سليمان، لكن كنت كنشوف الوالده ديالي تابعه، تابع سليمان وتابع دوك الناس، حتى داوه لواحد الطوموبيل 4x4 ودخلوه ليها. وقبل ما يمشيو كانت كتقول لهم الوالده ديالي الله يخليكم فين غاديين بيه، كيقولوا ليها راه حنا غادي غنهضروا معاه وغادي يرجع. اذا خرجت هذيك الطوموبيل بواحد السرعه كبيره جدا من الحي اللي انا كنسكن فيه، وبقى طبعا ما تبقى من العناصر ديال الشرطه بالزي المدني تحت المنظار. الوقت اللي غادي تطلع فيه الوالده للدار غادي يتبعوها باش يحيدوا ليها السوارت ديال الطوموبيل. انا ذاك كنت كنسمع الغوات ديال الوالده ديالي قدام الباب كتغوت، لانهم كانوا كيحاولوا يجروا لها السوارت من يديها ويحيدوا ليها. طبعا هي ربما كانت كدافع على راسها بهذيك الطريقه، المراه فينالمون ما عندهاش كيفاش تدافع على نفسها، خصوصا المراه في السن ديال الوالده ديالي وعندها كسر في اليد وكذا، فبالتالي بقات غير كتغوت. المهم دازت واحد دقيقتين من ديك الغوات ولا هذا، كيبان لي الامن كيجر الوالده ديالي حتى لاخر ديال الشارع، معناها غادي معها حتى لاخر ديال الشارع. فاكتشف ان الام ديالي كتقول لهم انا ما غنسلمكمش المفاتيح ديال السياره مادام السيد صاحب السياره ما متواجدش، ما كاينش، خصو يقول لي هو هاد المفتاح ديال السياره عطيه للامن. وهذاك المفتاح الا شفتو في هذيك لا فيديو فيغال اللي كانت كدور اللي صورات الاعتقال ديال سليمان، واللي كتقول على ان اربعه الناس هما اللي ربما اللي اشرفوا على عمليه الاعتقال او الاختطاف اللي كيسميوه هما التوقيف،
لكن الحقيقه ديال الامر هو ان زعما البلاصه اللي كنت كنسكن فيها كلها كانت عامره بالناس، كلها كانت عامره بالناس، وهما ضباط ديال الشرطه او لا ما عرفتش الروتير ديالهم ديال الشرطه القضائيه اللي كانوا تما. استطاعت الوالده ديالي انها ترجع للدار انذاك، بقينا حنا جالسين في الدار ما عارفينش شنو اللي واقع، ما عارفينش كيف، ما عارفينش الجهه اللي دات سليمان شكون هي، ما عارفينش علاش سليمان داوه للحبس، ما عارفينش علاش فين مشى اصلا، واش مشى للحبس ولا ما فين مشى اصلا، حنا ما كناش عارفين. فبالتالي اضطريت انني نعيط على واحد المجموعه ديال ديال الاصدقاء ونقول لهم ان راه سليمان جا واحد الناس وداوه، فين ما عرفناش لحد الان ما عرفتش. المهم اللي حدث من بعد ذلك هو ان المده ديال الحراسه النظريه كامله ديال سليمان والزنقه اللي كنسكن فيها انا مطوقه بالبوليس، مطوقه بالبوليس، معناه انه ما عنديش الحق في الحركه، ما عنديش الحق نخرج نتسوق، ما عنديش الحق نجيب الحليب لولدي، ما عنديش الحق نتحرك من الدار. يعني دازت ثلاثة ديال الأيام وحنا كنموتوا بالجوع. ملي سمعت البارح الأستاذات يتكلموا كيقولوا على أنهم ما عطاوهمش الماكلة ثلاث أيام، قلت زعما هذا سلوك عام، ماشي أنا بوحدي اللي مكرفصة ولا ماشي أنا بوحدي اللي تكرفصت، لكن هذا سلوك جاي في واحد السياق ديال القمع وديال الاعتقالات وديال 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 ديال لا ريبريسيون بوليتيك في المغرب. لذلك انا اللي بقى فيا ماشي نفسي، لان ديك الساعه كان رمضان وحنا صايمين وكان ممكن انا نصبروا ثلاث ايام. انا اللي ضرني كثيرا هو ان ولدي ما كانش عنده الحليب وما كانش عندي كيفاش ندير نخرج. علاش ما كانش عندي كيفاش ندير نخرج؟ لان هذه المساله هذه تناقشت فيها مع السيد قاضي التحقيق وقال لي انت لستي معنيه، لم تكوني معنيه بهذوك الناس اللي واقفين تحت، كان ممكن انك تخرجي مع الباب. اللي ممكن يخرج مع الباب هو اللي ما كانوش كيدقوا عليه في الباب، اللي ما كانوش كيصونيو عليه بالدقيقه وكثر وما كيصونيو عليه، ومن اللي كتقول لهم شكون ما كيجاوبوكش، ما كتعرفش انت شكون كيدق عليك. كل دقيقه كيصوني في الانترفون لتحت، كيصوني في الباب، كيدق في الباب، ما عارفش انت شكون هاد الناس هادو اللي جايين يرهقون اعصابك ويعرضون حياتك للترهيب بهذه الطريقه. معناه انه انا بقيت في الباب، بقيت في الباب ديال الدار، ما بقيت لداخل، ما بقيت، ما خرجتش، ما بغيتش نخرج، ما عارفاش راسي مع من كنتعامل، اي جهه هذه اللي جايه عندي، اشنو الغرض بيا انا، وشنو الرباح كاع اللي غيكون عندك انك تكرفص على مرا عندها وليد صغير عنده ديك ساعات 8 شهور. ما كانش عندي جواب. معناه انه حتى ملي تم جاو كيدقوا عليا شي وحدين وقلت لهم شكون، قالوا لي حلي لينا الباب، قلت لهم ما نحلش الباب، ما كاينش الزوج ديالي، انا ما نفتحش الباب حتى شي واحد، خصني نعرف انا هاد الناس اللي كانوا يتلاعبون بنا وبالاعصاب ديالنا مده ديال يومين شكون هما بعدا بالاساس. بعد ذلك ملي قال لي هاد الشرطي او لا ما عرفتش شنو هو زعما الرتبه ديالو، قال لي راه عندنا استدعاء، قلت له غتعطي لي استدعاء من تحت الباب. انا ما كان عندي حتى شي ضمانه ان البيت ديالي يتفرع الباب ويدخلوا عليا، وهذه هي الحقيقه، ما عندي حتى شي ضمانه، كيف ما كانت عندي حتى شي ضمانه امام الشرطه القضائيه انني نتكلم بشكل عادي وطبيعي كاي مواطن ساوي عنده حقوق وعليه واجب. وهذا التاريخ ما كنزيد فيه ما غنقص منه، حدث معي هذا كما حدث مع الدراري الريف، كما حدث مع عمر، كما حدث مع الناس ديال الجرح. هذيك المحاضر فيها نقاش طويل ولن اتكلم في تفاصيل اخرى عندها علاقه بهذه المحاضر على المجموعه ديال الخروقات اللي درت في مفاتن اخرى ديال المواطنين عاديين بما فيهم المواطنه عفاف برناني. فبالتالي عندما استلمت هذيك الاستدعاء انا كان عندي واحد الوضع خاص جدا، هو ان ولدي كان كينوض سنان وكانت الحراره ديالو كتطلع وكتنزل، وكنت ما عارفاش كيفاش نتصرف مع ديك الحراره في الوقت اللي ما كانش عندي الدواء وما كانش كيفاش ندير باش نخرج حتى لافارماسي، لان عاود الدار كانت مطوقه بالبوليس. اللي مثير للانتباه واللي مثير للشك
واللي مثير للتقزز هو ان الطوموبيل اللي صورت سليمان اثناء الاختطاف ديالو بقات مرابطه تحت من الباب. دابا انا ما غندخلش في لي زانتربريتاسيون، ولكن مادام هذيك السياره بقات تما، هذيك السياره كان الغرض انها تخرجني بطريقه مهينه للكرامه وتصورني وتخرجها المواقع ديال تشير اللي صورت نصر الزفزافي عريان بطريقه مهينه للكرامه، واللي صورت مجموعه ديال الناس اخرين في الشارع العام وفي كذا، صورني انا بنفس الطريقه، لان المعني بالامر المفروض راه عند الشرطه القضائيه في ولايه الامن. فما الغرض من ان هذيك السياره تبقى تحت من الباب؟ اذا هذا من بين الاسباب اللي خلاني ما عرفاش راسي مع من كنتعامل، واش مع دوله عندها مؤسسات، واش مصيفطه الشرطه القضائيه، واش مصيفطه العصابات، واش هذيك الطوموبيل فعلا تابعه لهذوك الجرائد ديال التشهير او تابعه لشي جهه ما، انا لا اعرف ولا اريد ان اعرف، لكن اريد ان ادين هذا السلوك هذا ولن انسى هذا السلوك، وفيما غتجي الفرصه غنبقى نعاود هذا السلوك هذا الذي طالع. اذا الوقت اللي ما تمكناش الشرطه القضائيه انها نعم هاجر، الوقت عفوا الوقت اللي ما تمكناتش الشرطه، صوت هاجر ما كنسمعكش. قلت لك بعجاله اذا كان ممكن باش ندوزوا للمحور الاخر. تمام، اذا انا جوج جمل وغادي. اذا اللي وقع لسليمان هو انه ملي مشى للسجن وانا خرجت من 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 البيت، كيف خرجت من البيت؟ خرجت من البيت بناء على مذكره ديال تفتيش المنزل. هذه هي الحقيقه، ان المنزل اللي المفروض خصو يتفتش هو المنزل اللي وقعت فيه الحادثه، ماشي المنزل اللي انا فيه دابا. فاذا باش انا نخرج من الدار جابوا مذكره ديال التفتيش، خرجوني من الدار، داوني في الصافيط انا مصرحه، ومشيت لمقر ولايه الامن، بقيت فيه 8 ديال الساعات، ساعه فيها كان كيتحقق معايا بدون محاضر، ثم ما تبقى كانت ساعات ديال شعيط البيبان وديال غتهضري بدون طلب النيابه العامه وكذا والى اخره من الممارسات اللي نتوما كتعرفوها بلا ما نزيد. اذا سليمان اودع للسجن يوم 25، مشى العكاشة في حالة اعتقال. آنذاك هذاك السيد ما شاف المحامي ديالو، ما تمكنش من أنه يشوف المحامي ديالو عند نهاية الحادثة النظرية، ولم يتمكن من أنه يشوف المحامي ديالو مدة 15 يوم كاملة في السجن، ولقينا صعوبة كبيرة أننا ندخلوا له الحوايج ديالو. إذا ممكن هاجر ندوزو للخالتي العليا في نفس السياق ديال التشهير. في قبل الاعتقال ديال نبيل كانت حمله ديال التشهير واسعه، كيتهموه بالخيانه بالانفصاليه. كيفاش عشتوا هذيك اللحظات وكيفاش عشتي رجع معاك اللحظه ديال الاعتقال ديال نبيل؟ كيفاش عشتي اللحظه ديال الاعتقال ديال نبيل؟ كانت متوقعه؟ حيوا هاجر ديالي شغنقول لك، اي خذ الحق وصافي. عشت واحد المعاناة لاعتقال نبيل ديالي، الاختطاف ماشي الاعتقال، الاختطاف هذاك نسميه الاختطاف. راه الاعتقال عنده الشروط ديالو، عنده القانون ديالو، ماشي بحال الاختطاف. الاختطاف كيجي كيخطفك ولدك من بين يديك، ماشي الاعتقال هذاك. انا نبيل ديالي نهار اختطفوه مع الخمسة الصبح، كان رمضان، يلا مسكين تحر باش يصبح صايم، دخل في الفراش، اعتقلوه من الدار الوليد. كان مشى ضيف عند الوليد الله يرحمه، عند خواله، مشى عندهم، بات تما معاهم، كان معاهم تما، بعدا دوز معاهم شي ايام.
من تما خطفوه. شنو نقول لك، نهار خطفوه زعما داك الاختطاف رهيب، الاختطاف رهيب هذا، ماشي الاختطاف مع الخمسة الصباح الواحد مسكين تحر ونوصف يوم ديالو باش يصوم وصلى الفجر ديالو ورجع الفراشو يوا حتى مشاو مع الخمسة الصباح كيدقوا حتى باش يشرحوا شكون هما، ما دقوا شكون كاين، ناض خالو خويا ناض شكون كاين، راه سي محمد جاركو، انت يا جار ديالي سي محمد جاركو، ما تصوريهاش ديريها عند عقل، ولكن هو عارف زعما عارف داكشي غيكون، فهمتي؟ صافي داو مسكين بالبيجاما من النعاس، داوهم من الفراش ديالو، والأمن عرفتي شحال؟ راه شي 50 واحد ولا 60 واحد، اصطفيتت على برا راه ما عرفتش شحال، شي 30، المهم ما علينا، الله ياخذ الحق. أنا عاد لي الصدمة كبيرة يا أستاذة ديالي، ما نقدش ننساها، حتى يردوا عليا الطرف في القبر ديالي عاد تنسى عليا، ولكن تحاسبوا عليها في اليوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أمام الله. أنا دخلوا لي السبيطار، دخلت السبيطار مشيت في غيبوبة شوية ما نموت، غير العمر الطويل وربي سبحانه وتعالى باقي ما وصلني نهاري، بقيت 4 أيام ولا 5 أيام ربي تسمح لي ما عقلش مزيان، 4 أيام ولا 5 أيام وأنا في غيبوبة، حتى واحد ما عتاني زعما نوض من تما، من ديك الأزمة، من ديك الصدمة، كل شي العائلة كيبكيو، كل شي العائلة كيقولوا راه صافي اختنا غتموت وولدها في الحبس، كيف الله هادشي دابا ما عرفناش كي غنديرو، ما خلاو جاو عندي عائلتي من كازا، كاينين تما خواتاتي، ما خلاو جاو عندي، ما الناس المهم الزيارة منعوها، هما غير بزز اللي دخلوا، غير زعما ربي سبحانه وتعالى ما خيبهم، شافوني كلشي كيخرج كيبكي كلشي، انا غير كيعاودوني ولادي وخواتاتي، وما انا ما حساش براسي، راه انا داخله في الغيبوبه ما عرفت راسي من رجليا، زعما نقول لك على الظلم وعلى الحقره، علاش هادشي كاع، علاش غيوقع هادشي كاع، من تما انا واكلاه في صحتي، من تما واكلاه في صحتي، خرج فيا القلب، خرج فيا كل العجب ديال الامراض، الطونسيو السكر اي حاجه من بعض الامراض اللي عندي يا جار ديالي، وعلاش هاد الشيء، علاش خرج ولدي باش يهضر ويفضح الفساد، ولادنا خرجوا فضحوا الفساد، بحال هو بحال ناصر بحال اي مناضل اي مناشط، باش انت ديري لي هاد الطريقه ديال الاختطاف، راه لو كان كاينه شي دوله كتحكم بالقانون وكاين الحق والقانون اللي كنسمعوا بهم ما شفناهش، راه ما غيوقعش هذا الاختطاف، راه ماشي هكا كيوقع، يعلمونا ويسردوا لنا سميتو، يسردوا لنا شي حاجه باش نعرفوا حنا غيتعتقل ولدي، باش نعرف انا ولدي فين داوه، نعرف انا ولدي فين كاين، نعرف ولدي، اما هاد الشيء راه باين غيوقع، علاش اعتاو لهم المهله، خلاوهم خرجوا، خرجنا 7 شهور وحنا خارجين، 7 شهور وحنا كنناضلوا وحنا كنديروا المسيرات ونديروا الوقفات ونديروا، خلاونا ولا بالحق، حتى في الاخر جاو وجمعوهم مساكن كاملين بحال اللي هضر واللي ما هضر، هضروا على الكرامه ديالهم، هضروا على الحقوق ديالهم، هضروا على احنا الامهات احنا كنا كنخرجوا وكيخرجوا جميع الناس وجميع الامهات وجميع
الصغير والكبير وحتى الدراري في الكروسة كيخرجوهم والديهم. علاش؟ كل شيء محقور، كل شيء بلا خدمة، كل شيء بلا حق، كل شيء راه ماشي زعما خرجوا غير هكاك، خرجنا غير كي كيقولوا نديروا الفتنة. احنا حاشا وخرجنا باش نديروا الفتنة، ولا وليداتنا خرجوا على الحق ديالهم وعلى بلادهم والحق الوطن كامل. بغاو المستشفى، بغاو الكلية، بغاو الخدمة، بغاو يخدموا، بغاو عيش الكريم، بغاو التمنية ولا سميتو، ماشي يخرجوا باش يديروا شي حاجة اللي ماشي هي هكاك. ولادنا نهار خرجوا كيحضيو الأموال ديال الدولة، كيديروا السناسل باليدين ديالهم باش يحضيو الأموال ديال الدولة باش ما توقع شي حاجة، باش ولكن راه خرجوا غير الناس اللي واعيين، والناس اللي عائلات، والناس اللي باغيين المطالب ديالهم، باغيين. احنا الحسيمة والو ما كاين لا معمل لا شركه لا حتى حاجه. داكشي خرج ولدي وخرج ولادنا كاملين باش يبغاو باش يخدموا باش يعيشوا، ماشي غير يخرجوا غير باش يغوتوا ويخرجوا يدخلوا للديور ولا يديهم للحبس. هادشي ماشي معقول، وهادشي ما كنتفقوش مع على هادشي. هادشي راه رزونا في ولادنا ورزونا في صحتنا. ولادنا ماشي ديال الحبس، ولادنا ما عندهمش حتى شي سوابق باش تشهد عليهم بالله كيديروا شي حاجه اللي خايبه. ولادنا ابرياء ونقيين ومربيين، وتبارك الله عليهم ما شاء الله رجال، فيهم الرجوله وفيهم الغيره على بلادهم، على الريف ديالهم وعلى الوطن ديالهم. ماشي زعما شي ناس اللي لو كان عرفنا حنا مجرمين ولا قتالين ولا اغتصبوا شي حد ولا نهبوا البلاد ولا، راه حتى حنا نقولوا ربيهم المخزن، راه كاين مخزن في البلاد، ربيهم المخزن جات ليهم. هادشي اللي غنقولوا، ولكن حنا علاش وصلونا لهاد الشيء كاع؟ علاش وصلونا شويه ما نموتوا وحنا مراضين؟ احنا مراضين، انا يلا كنتشافى شويه من العمليه ديال القلب، شكون خرج شويه القلب؟ هما هاد الظلم هذا خرجوا فيا جميع الامراض، شكون خرج فيا جميع الامراض؟ هما. علاش ولدي ما دار حتى حاجه ماشي هي هذه؟ خرج على المطالب حقه مشروعه، خرج على ميت المطلبي كيغوت على حقه، حق خوته وحق بلاده وحق الوطن ديالو. لو كان هاد الناس كيفكروا بالحكمه وكيفكروا بالعقل، ماشي هادشي اللي غيديروا مع ولادنا. لا، عمرو هادشي يوقع على الشرفاء، عمر هادشي يوقع على الابرياء. مشى سميتو الكونيكسيو وقيل هاجر ديالي، ورجع كيمشي الكونيكسيو ورجع يفكروا بالعقل. وكان زعما كنتاسفوا على هاد الشيء اللي وقع لولادنا، وهاد الحبس فينا هما، هاد المعاناه اللي كيعانيو، هاد الحقره اللي محقورين. ولكن تبارك الله ما شاء الله عليهم، كنفتخروا بهم ولادنا. احنا اوراهم ما نسمحوش فيهم، واخا تكون فينا نقطة الدم كتطلع وكتهبط في الذات ديالنا وما نسلكوش فيهم. حنا كنقولوا يا ربي صيفطنا شي معجزة من عند الله باش نفرحوا بهم. انا كنت كنقول يا ربي، كندعي الليل والنهار، يا ربي وهاد العواشر ان شاء الله توقف معنا وتوقف مع ولادنا وتوقف مع جميع المظلومين. الدعاء هذا دائما كندعي به مع جميع المظلومين، اللي مظلوم وقف معها سيدي ربي، خرجوا من ديك السجن ديال الذل والعار. علاش مظلومين؟ حاسين بالظلم، حاسين بالحقرة، ماشي ما عرفناش احنا، ما بغينا، ما قديناش نفهموا، ما باقي ما فهمنا علاش هاد الشيء كاع مع ولادنا. علاش ومع معتقلين الري ومعتقلين
جميع المعتقلين في المغرب اللي مظلومين راه حنا كنقول ما فهمناش واش اللي غيهضر على حقه ويهضر على بلاده ويهضر على المطالب حقه مشروعه زيد السجن اش يحل هذاك عمره ما يكون حل حل هو الحوار يتحاوروا معاهم يجلسوا معاهم على الطبله يشوفوا الدراري اش بغاو يشوفوا الدراري علاش خرجوا علاش ناضلوا علاش داخلين 20 عام الحبس علاش اش داروا هاد ولادنا باش المهم 20 سنه ديال الحبس راه ما كيجمعها غير الفم عانينا ومازال كنعانيو ولادنا عانا ومازال كيعانيو راه حنا زعما كيقولوا دوله الحق والقانون شفنا لا حق لا قانون وفين حقوق الانسان فينا هو فين غبر فين وزير حقوق الانسان باش ينوض يهضر على الحق عباد الله اراه باقي غتمشيو عند الله سبحانه وتعالى وتحاسبوا راه اللي كيستناكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يهديكم الله يهديكم المسؤولين الله يهديكم راه الظلم هذا راه بزاف بارك الظلم كفى من الظلم راه بزاف راه عانينا ولادنا عاناو ولادنا ما استحقوش هذا الشيء راه ولادنا ما استحقوا حتى النهار بالحبس رزوني في ولدي رزوني في ولدي اللي كان كيدخل ويخرج عليا وأحسن أحسن الرجولة وأحسن الخلق وأحسن الضمير هادو ما عندهم لا ضمير لهم يحزنون ما عندهم ما تحسوش بالناس شنو الهجر ديالي سمحي لي بالقضيه غادي نرجع لك في هذا الشق هذا غادي نناقشوا في الشق الاخير الخلسي شكرا نفس السؤال كيفاش عشتي اللحظة ديال الاعتقال ديال ناصر والشق الثاني اللي بغيت نناقش معكم سمحي لي انني غادي نجبدو هو فين شاهدتي الفيديو اللي كان نشر ديال ناصر وهو عاري وعليه كدامات بغيناك تحكي لنا كيفاش عشتي هاد الموقفين شنقول لك يا جار بنتي كيف عشت هاد المأساة عشتهم نعرف اش سمعت ولدي تشد مع 6 الصباح وبقاو كيجرجروا فيه بحال شي مجرم حفيان كينزف الدم من راسو فرقوا له راسو على زوج كانوا كيشدوه جوج كيقبطوا له الراس كيطربوه مع الحيط والاخر غادي يشير عليه على راسو فرق له راسو من هنايا انا نعرف اش مشيت اول مره غادي يدوزوا للتحقيق انا شفتو هبط شفتو في لاكاب لتحت شفتو راس ولدي مخيط وجهه مخصر كل شيء فيه ما كان تا موطا ما فيه الضرابي ما عارفه شفتو منين جيت من تما ما بقيتش كنعس كنتعاطى المخدرات راه الفاني ديال الناس المخدرات باش ننسى ديك المنظر فاش شفت ولدي وعذبوه وكرفصوه ما استحقش غادي يديروا له فيه ديك الشيء حيت ما دارش باش يوصل يعذبوه اللي كيستحق ما كيعملوا لهمش ديك الشيء ولكن هو مسكين هلكو والاخر باش غادي تشوف انتنا اش كاين هاد الدوله حنايا اللي طايقين فيها كنقولوا حنا في الدوله عندنا الحق ديال ما عندناش الحق الضعيف ما عندوش حقه اللي عنده ركايز وصافي انا عارفاش غادي يصوروا يديروا له المنوم ما عارفاش كيدير طلع ما هبط طلع الحوايج غير عمل هادي عمل هادي مسكين ما عارف شنو كيدير قالوا له غادي نديروا لك الليبرا ديال التيتانوس زعما ديك الصداع قالوا له غادي نديروها لك هو باش غادي يبني مسكين يبقاو يقولوا له طلع هبط طلع هبط الحوايج وشكون غادي يخرجوا واحد ديك المسخ ديال الصحافه وفين هاد النيابه العامه فين هاد النيابه العامه باش غادي تقول هاد الشيء حنا صورنا على وعطات هادوك خرجوا بداو كيرميو في فيسبوك انا نهار شفتو شنقول لك بغيت نهبل قلت له ولدي شوف اش وقع فيه كيعري ويصوروا فيه بحال شي مجرم هو ماشي مجرم وفين هاد النيابه العامه
باش غادي دير التحقيق مع هذاك اللي خرج ديك التصويره كيف هو ولدي. هذه ماشي دوله، هذه راه غابه، هذا اللي غياكل هذا اللي قوي كياكل ضعيف. وتم عاود واحد سميتو واحد اخر هاد الصحافه اللي قالت الام ديال عمر الراضي شو كيديروا بينا، حتى حنا داروها بينا. الرجل هذا قال لك اللي غادي يجيب الراس احمد الزبزافي 10 ديال المليون، وفين هاد النيابه العامه هذا راه كيقول للناس سرقتوه جيبوا الراس ديالو، وفين هاد النيابه العامه اللي غادي تتبع هذا؟ كتبع الا محمد العدولي اللي خرج كيطار بغا يدير المشروع وكبصوا عليه، اللي هو اللي كلا الهراوه هو اللي دخل السجن. علاش راه بغي قلتي غادي نقتلك غادي ندير السيد لاخور، وعلاش هذا اللي كيطالب ب 10 المليون يجيبوا الراس حمد الزبزافي حي او ميت؟ فين هذه النيابه العامه؟ فين هي؟ هذا المسخ ديال الصحافه، هذو المسخ هذوم، ورا هذوك شوف تي في ورا يا اخرين هذوك حاشاك الزبل اللي غادي وكيخرجوا ما خلاو مش هو هنا ما خرجوا ما قالوا فينا ما خلاو ما قالوا في السيد مسكين فولدي اللي معذب ومكرفص. وهادي اش غادي تعيش مع هادوم بهاد التعذيب؟ تشوف ولدك مكرفص بداك الشيء ومعذب وكيديروا له شي مسائل، اش غادي نقول لك؟ ما كنحشم نقول ديك المسائل اللي غادي يديروا للراجل، حشومه عليهم هادوم الناس هادو. ها شتي هاجر هذا الشيء اللي كيتهموا به هاد المعتقلين السياسيين ولا المعتقلين بحال ولادنا كلهم كيدب، كلشي عندهم الورقه مسجل، كل واحد كيديروا له التهمه ديالو كي هذا راه اغتصب، هذا راه سرق ما سرق، هذا راه ادعى ما ادعى، هذا رفع ما رفع، هذا بغى فتنه، هذا بغى، كلشي كذب، كلشي عنده مسجل. راه قلتها له، قلت انتم ما عندكم جاهز كلشي غير نهار كتقبل كتمهلوا باش غتشدوا بنادم كتكون عندكم تهم جاهزه. اش من عاد بقى حد دابا كيقول راه الاغتصاب؟ فين الاغتصاب؟ اللي كيغتصب ما كيشدوش، راه كيدخلوا على المسنات، هذوك خصهم الحمايه من الدوله، المراه كبيره في دار وحده بوحدها ويهجموا عليها الكلوشار ومسكينه يغتصبوا يديروا اللي بغاو. فين هاد الدوله هذه؟ كتشد الشباب هذا راه اغتصب، هذا راه دار، كلهم كذب كذب بحال كذب، كلشي كيكذب. حنا ما كنا طايقين في القضاء، القضاء ما بقى فيه ثقة، أنا غادي نقولها، شفت الحكم اللي حكمت على ودي بعشرين عام ما كيستحقش، كلشي كذب، غير كذب على كذب، راه ودي ما كيستحق، قال لك دخل الجامع، وراه الجامع كانوا خارجين الناس قبل ما يمشي ولدي، كيدعوا في هذاك الخاطب قالوا له واش اليوم عندك غاتهضر على رمضان؟ ولا انت كتهضر على الفتنه؟ ما الفتنه راه كيديروا الفتنه، راه خرجوا الناس قبل. واخا نقول هذا الولد دخل الجامع كاع ما قرب عند الطيره واقف في الباب، راه كلشي الفيديوهات راه كاينين مصورين. وعلاش هذا الحكم تاع 20 عام؟ حكم 3 شهور ماشي 20 عام. انا نهار سمعت 20 عام والله لا هبال، قول ولدي ما استحقش 20 عام، حيت فضح الفسادية، فضحكم، أنا داك الشيء تعطيه 20 عام. هذاك، هذي قال لك نهار عطيت القسم، وعطيت القسم غادي يموت ماشي غادي يهب، ولكن باش نرجع للنور ما غيرجعش، حق ما عنده الحق ما غيرجعش. هو من كيقولوا هذا السيد هذا راه دار هذه دار الصحافة المكشوفة هذيك راه ما كتحشم ما كدير. ما خلاو ما خرجوا فينا السعاين، بغيتو ديروا هادي بغيتي ديروا هادي دوك شوف في التيفي شنو كدير هي واجده، كانت المحكمه كيمشيو ولكن كنا كنجريو عليها فوق ما مشينا المحكمه كنخرجوا كتجري كنجريو عليها، حنا ما كنعطيوها بالتصريح، كان كيتعطى التصريح ديك المحامد ديال سميتو ديك كيف سمي قلت ولا كيف سمي راه نسيت الاسم ديالو، هذا كان كنسمع له كيعطيه سميتو كيهضر في ولادنا، ولكن حنايا عمر ما هذا غادي انا نعطي التصريح ديالي شوف التيبي ياك هذيك اللي كدير المشاكل،
تكون حاجة صغيرة هي كترفع فيها، ولكن باش غنسى هاجر ديالي، ننسى معاناة اللي عانيت مع ناصر ديالي، زعما ما كيستحقش، دخل الصحة ديالو، الولد كان غير رياضي، ما فيه حتى شي بلية، ما فيه حتى شي حاجة، والآخر دابا مريت بجميع الأمراض، جميع، إيش غادي دير؟ الدولة حنا الدولة، المهم شنو نقول لك، حنا الدولة هادي دارت فينا في ما كان شي حاجة خايبة دارتها فينا. نهار فاش دات ولادنا وكرفصتهم ولدي كيغتصبوه، غادي تنسى هادي من هاد الدولة؟ ما عمر غادي نساها، ما غنساهاش أنا، هاديك أنا راه غادي تخدم عليا طول حياتي. من كتجيني غير قدامي الولد، من كانوا كيديروا له داك الشيء، ما كنقدرش ينسى، عذبونا الله يعذبهم الله إن شاء الله، أنا دائما كنقولها لهم. تكسل الله اللي غيعطيهم واحد الضربه في الدنيا قبل الاخره، بحال اللي كيعذبوا الامهات ويعذبوا الزوجات ويعذبوا الاولاد، راه عذبوا كل شيء هادو. انا عمر ما ننسى اللي داروا في ولدي، ولكن واخا هيداك المعنويات عاليه والولد كيضحك وصافي، والله ما يدير هيدا، ما غادي يديرهاش، هو راجل غادي يبقى راجل، اللي بغاو هما عمر ما غادي يديرو، قلت له الفوق ليه بغاو يخلوه بعشرين عام خليه، بغيتو تخلي تزيدو له زيدو له، راجل ولكن ما كيحني ما كي على حقه، ما كيتعدى ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن الدوله دارت فينا كل شيء، وعينا من طبق قالت عندنا حقوق الانسان وعندنا حريه التعبير، اي فينا يا حقوق الانسان؟ بعد هذاك الوزير عمر ما بان، راه هو الاسم صافي، راه هو غير على الورقه مكتوب وزير حقوق الانسان، اي حقوق؟ الولد دار الادراك غادي يموت، فين هو هذا الوزير؟ ولدي عراو، فين هذا الوزير؟ ولدي اغتصبوا، فين هذا الوزير؟ اوكي كيحسبوا الناس راه الاغتصابات، راه هما اللي كيديروا الاغتصابات، ويانا عمر ما ننسى الدوله شنو دارت فينا. واخا يتطلق ولدي ولكن هذا الشيء ما غادي ننساهش، ما غنساهش، دوزت مع ولدي رانا المحاكمه راه السجون، انا باقي فيا كل شيء، فين ما كان شي مرض راه دخلوه فيا، ما انا كان الصحه ديالي اش غادي نقول لك، عمر ما مرض دائما الصحه ديالي وكنت قويه، نهار تشدوا ولدي صافي تحطمت، تحطمت الامراض، عانيت يلا تشد ناصر، نهار فاش مشيت شفتو قلت لك كل شيء مضروب كل شيء، تما جيت من تما ما نعس، بديت غنغوت جبرت مريضة بالسرطان، سير تمشي تعالج بالسرطان، أنا عانيت واحد المعاناة كبيرة بيه. وهاد الطريق أنا فوق ما خرجت، أنا كنبقى نبكي وصافي، هاد الطريق أنا ما كنقدرش نشدها، هذا ما مشيت غير ديك النهار، النهار اللي مشيت لطنجة، والله إلا بغيت نعس في الشارع، موت موت ما فيها هذه، كنت طلعت كل شيء، هبط لي السكر والطنسيون، شنو نقول لك ما فيا ما يجمع، وكنبكي كنبكي، والاخير مشيت ما بغاو يخلوني نشوف، غير نص ساعه طلبت غير نص ساعه ولا يقف غير نشوفو صافي جوج كلمات ونخرج بحالي، قال لك لا هذه هذه دور لي صافي صافي انا ما تضرو غنمشي بحالي، ورجعت على ديك الطريق. هذا الشق هذا غادي نتكلموا عليه ده. ما عرفتش واش كتسمعيني دابا، كان الجانب ديال الزياره غادي نتكلموا عليه دابا اذا سمحتي. واخا صافي، الاستاذه فتيحه واخر محور نناقشوه تكون 4 ديال الدقائق لكل متدخله، لانه كيقولوا لي لانه خدينا وقت كبير. النقطه اللي بغينا نقولها اننا نتكلموا على الفترة الطويلة ديال الاعتقال ديال عمر، وفي خلال هذه الفترة ديال الاعتقال ما كانش الزيارات، وتمنعتوا كعائلة من أنكم تزوروا الأبناء ديالكم. أنا كان عارف درجة القرب ديالك أستاذة فتيحة مع عمر، وبحكم أنه هو اللي عايش معك وعندك علاقة قريبة، بغيناك تحكي لنا كيفاش عشتي
هذه المده كامله بدون زيارات، وانت عارفه على ان عمر يعيش في زنزانه انفراديه، والمكالمات الهاتفيه هي الدقائق يعني بشكل اسبوعي. كيفاش عشتي هذه المعاناه ديال انك ما تشوفيش ولدك شهور، وفي نفس الوقت ما كيناش يعني مكالمات هاتفيه اللي ممكن انك تطمئني عليه؟ فبغيناك تحكي لنا على هذه اللحظه هذه اذا كان ممكن في 4 ديال الدقائق. شكرا مره اخرى. شنقول لك، في حاجات اللي غير قابله للوصف، لان الالم والعذاب فهي اشياء ما كتحتاج صراحه. ولكن كتقول بانه واحد الابن ديالك اللي كنتي كتشوفه وكتحضنه، واللي كان يعني هو عمر بالتحديد. كان شي صوت كنسمع مزيان. عمر بالتحديد هو رومانسي بالطبع ديالو، رومانسي بشكل كبير. دقيقة واحدة مازال نستمر. بالنسبة للفترة ديال الاعتقال، هي كانت فترة مؤلمة، لأنها صادفت مع هذا الوباء اللي يعني خلينا كاملين عارفين شنو كنديروا، يعني كل شيء ولا محجور عليه، محجور بمعنى يعني ديال الكلمة، فممنوع من أي حاجة. وكان أنه أول زيارة شطحت لنا كانت تنظن ما عقلتش بالضبط، ما شهر من بعد الاعتقال ديالو كانوا سمحوا لنا باش واحد فينا يدخل، وكان دخل إدريس. أنا كنت فضلت أن إدريس اللي يدخل أول مرة. ومن ثم يعني أنا هاد المدة كلها ديال 8 أشهر تقريبا ما شفتوش، حتى الآخر شهر مارس، يعني من بعد تقريبا نهاية ديال 8 شهور عاد باش استطعت انني نشوفه انا وادريس. وتصادف مع التواجد ديال الاخ ديالو، كان جا من باريس وكان حضر معنا، دونك دخل شافو. ولكن هذا اللقاء ما لا يشفي الغالي، لانك ما كتقدر بزاف المسائل ما كتقدرهاش. كان الكلام عبر الهاتف غير كافي، لانك واخا رغم ان انت كتهضر وكتهذا، ولكن ما تقدرش تقول كل شيء. فاحنا بشكل عام كلنا كنحاولوا نوصلوا يعني معلومات حول التضامن، حول التضامن ديال الاصدقاء، حول مجموعه ديال الاشياء كنحاولوا نوصلوها لعمر عن طريق سميتو الهاتف فقط، من غير هذا ما كانش ممكن. بالنسبه بغيت واحد الاشاره بسيطه، انني كنشكر مجموعه من الاصدقاء ومجموعه من الجمعيات ومجموعه من اللجان اللي تشكلات، سواء وطنيه او خارجيه، واللي دعمات عمر ودعمات سليمان ودعمات المجموعه ديال الاشخاص. وكان نشكر ايضا خميسه الجمعيه النسويه، كنشكر جوج صديقين من كندا اللي كانوا اول وحدين تكلموا على القضيه ديال عمر، اللي هما قادر امازيغ وعبد السلام مجلاوي. كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر، والجميع بشكل عام كنشكر الجميع. ما عرفتش واش مازال عندي الوقت باش نتكلم. عندك نصف دقيقة. ألو، كنت باغي ندير إشارة بسيطة على الفترة ديال الاعتقال، على الإدانة، لأنني كنت قلت بأن صحافة التشهير كانت إدانة عمر قبل كل شيء. هناك إدانة من طرف المجلس الحكومي، المجلس الحكومي اللي دار بلاغ، واللي كانت ندوة، واللي خرج بالبلاغ اللي هو سيد بوريطة والرميد وأمزازي، وكانوا علنوا عبر يعني على الهواء علنوا على انه عمر راضي هو صحفي متدرب وهذا، وان كيفاش الدوله غتجسس عليه الى اخره، وهي كتتهمه عوض ما يعني قلبات التجسس عليه، كتهمه انه هو اللي كيتجسس على الدوله، وانه كيبيع او لصالح جهات خارجيه. وهذه المساله هذه يعني كيفاش ان المجلس الحكومي بت وعطى حكم
قبل القضاء، وهذه هذا شيء يعني مخزي بالنسبة لنا كدولة ديمقراطية اللي كتدعي أنها ديمقراطية. وفي نفس الوقت في نفس المنوال خرج المجلس الأعلى للقضاء وخرجت قناة دوزام وقناة أخرى اللي هي ماشي دوزام عفوا المديئة اللي هي قناة يعني كنخلصوها من فلوسنا، فخرجت أيضا تدين عمر وتتهمهم بشكل قطعي، يعني ليس لا ينتظرون المحاكمة، هناك الاتهام القطعي. وشكرا لكم. المهم كنشكر شكرا لكم، كنشكر الأستاذة، كنشكر الأم ديال ناصر زفزافي كنحييها، كنشكر الأم ديال نبيل، وعبرهم كنشكر كل الأمهات ديال المعتقل الريف وكل النساء. والريف هو جزء منا ونحن منه، ويحيى الريف ويحيى المغرب ويحيى الشعب المغربي. شكرا لكم، شكرا خلود وهاجر. شكرا لكم، شكرا لكم أستاذة فتيحة. أن ندوز السؤال غادي نطرح عليها، وأنه خلال الفترة ديال تقريبا ديال السنة ديال الاعتقال ديال سليمان الريسوني كانت الزيارات ممنوعة في هذه الفترة هذه، وكنت فقط يعني تواصلك تقتصرين فقط على الهاتف اللي كان في البداية فقط يعني مكالمة خلال الأسبوع وخمس دقائق أعتقد في كل مكالمة. بغيناك تحكي لنا هذه المعاناة اللي عشتيها، وفي نفس الوقت سليمان الريسوني هو المعيل ديال الأسرة ديالو، كيفاش عشتي هذه الظروف أنت والابن ديالك اللي ما كيتجاوب اللي ما كانش في هذيك الوقت يعني وصل حتى لسنة، كيفاش عشتي هذه المعاناة؟ في 4 دقائق أقول دعاك. واش هذا آخر سؤال؟ وي آخر سؤال للأسف. خليني ندير معك شوية الصحافة. أنا سليمان شفته جوج ديال المرات بعد شهرين من الاعتقال ديالو. المرة الأولى كانت فيها الحراسة المشددة، وكان في واحد الأكواريوم كنسميها الأكواريوم أنا، كبيرة فيها الجاج، لا تسمع ولا ترين ولا تشي حاجة. بناء عليها عملت طلب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنني سواء نحظى بشروط الزيارة متوازنة وإنسانية وكتخضع لشروط القانون الدولي وشروط الحقوق الإنسان، سواء أنا غنقطع على هذه الزيارة ومبقاش عندي ما ندير بها. إذن استجابة للمطلب ديال العائلة، المرة الثانية رأيت فيها سليمان في شروط مستحسنة، معناه أنه سمعته وشفته كنت قريبة ليه، لكن المشكلة كان هو ذاك حيز الوقت ما كيكونش كبير بزاف باش توصلي في عموم الأشياء، فبالتالي كانت هذاك الوقت كيبقى ليك فقط باش تسولي على واش كياكل، واش لاكاليتي الماكلة مزيانة، أشنو الوضع، كيفاش كيعيش، كذا إلى آخره. طبعا حنا خدينا صراع مرير في الأول مع المندوبية ديال السجون اللي كانت كتجاوب على كل تدوينة صدرت عن 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 العائلة. الآن ربما الوضع خف، ما غنناقش في هذا الموضوع بزاف، لكن مشكورة الإدارة ديال السجون أنها مكنت سليمان من تلقي التعازيم العائلة ديالو في الوفاة ديال الأخ ديالو. كذلك احنا استطعنا أننا نشوفوه وأننا نجلسوا معاه واحد شوية ديال الوقت ونتكلموا معاه سوفيزامون. دونك أنا اللي كيهمني الآن واللي خصني نناقش هو أن هذا الوضع اللي كاين دابا وهاد الناس اللي حاضرين معنا كنتقاسموا معاهم غير الظلم وغير الإجحاف وغير الحقرة وأسطر على هذه الكلمة، كنتقاسموا معهم نفس الدفاع الذي طالب بإعدام أبنائهم كان أيضا خصما لنا في حياتنا بشكل أو بآخر. إن لم يرافع في المحاكم فهو كان وسيلة للتحرش ضد هاد الصحفيين هادو، وكان عمل يعني جرائم، ارتكب جرائم في حق زوجاتهم، وأتكلم عن نفسي، وحتى إذا ما عملوش هذه المسائل كيعملوا التشهير. المقلق دابا المقلق كان في حدود 3 شهور الأولى من اعتقال سليمان وعمر، لكن ما يحز في النفس هو أن هاد الناس هادو تعرضوا لوابل من التشهير ووابل من السباب والشتيمة في أعراضهم وكل شيء. هاد الشيء ومع الأسف المجلس الوطني للصحافة لم يجب عن أي شكاية من شكايات العائلة التي الآن سنة عام كامل عباد الله، ولا جواب على الوضعية ديال سليمان. هل سليمان بهذا الصمت وبهذا التجاهل هو خارج مهنة الصحافة؟ هل سليمان لأن أعدمت الجريدة التي ينتمي إليها
وأعدمت التجربة الصحفية المستقلة التي قادها بعد الاعتقال ديال الصحفي توفيق بوعشرين الذي نتضامن معه في محنته ومع أسرته حتى هو كيعيش المرارة والأسرة ديالو كتعيش المرارة. هل هذا الوضع طبيعي بالنسبة للحياة ديالي أنا في غياب سليمان؟ هاجر أنا أعيش مرارة الفقد ديال سليمان. أنت كتعرفي ارتباط ديالي بسليمان لأنني أنا وياك كنا كنمشيو نشريو الزريعة، درهم ديال الزريعة كنخرج نشريها أنا وياك، لصيقة به فيما كان هو دائما كيجرني في يده. سليمان أكبر من هذه التهم وأكبر من أن يكون شخصا يعني تنال منه هذه الإرادة الخسيسة ديال هذه الجهات هذه التي نكلت بنا وتكرفصات علينا مدة سنة، تكرفصات على هذه النساء هذو اللي حقيقة أنا نحشم نهضر قدامهم في هذه التجارب، في هذه التجارب اللي عاشوا. كاين واحد المسألة مهمة جدا، الدولة التي تصور الشخصيات المعارضة في غرف نومها قد تستبيح أشياء أخرى، قد تستبيح أشياء أخرى. لذلك أي خرق من هذه الخروقات هو خرق بالنسبة لي عادي في شروط التعامل مع المعارضة بمنطق العصابة، بمنطق الاستقواء على النساء وعلى العجائز وعلى الناس العزل وعلى المظلومين. كاين واحد مسألة مهمة جدا واللي خصني نرد معها البال واللي كنبغي الناس ديال الريف انه يتكلموا عليها بشكل دائم. جوج كلمات غنمشي بحالي، هو ان التقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان تكلم عن التعذيب الذي طال نشطاء حراك الريف. لذلك انا ساختم الكلام وساقول على الدولة ان تسترجع حكماءها، وعلى الدولة أن تحاول تخلي الماء فين يدوز مع الناس اللي حيدوا من المحيط اللي كمان كانوا كيفكروا وكانوا كيلقوا حلول الأزمات بحال هذه. أرجوكم إحنا نقتل البلد ونأكل أبناء هذا البلد بهذه التصرفات. وأنا كزوجة الصحفي سليمان الريسوني والتي صمتت لمدة طويلة على الانتهاكات التي طالت صحفي سليمان الريسوني بداية من الاعتقال ديالو، الملف الذي حكم فيه وتلفيق التهمة له وحرمانه من شهوده وحرماننا من المعاينة القضائية التي ستثبت براءة ديال سليمان الريسوني، أحمل الدولة أو الجهة التي اعتقلت سليمان الريسوني مسؤولية ما سيجرى سليمان الريسوني. نحن لن نتنازل وما غنخليوش عائلتنا وما غنخليوش ولادنا وما غاديش نتنازلوا على فكرة أنهم يخرجوا من السجون. نحن بحاجة إلى أبنائنا. وشكرا هاجر. شكرا خلود. نمشي لخالتي عليا نفس السؤال، كيفاش عشتي هذه الفترة ديال ما قدرش على أنك تشوفي نبيل ما عرفاش وضعه، وفي هذه الفترة أيضا يعني خاضوا إضرابات عن الطعام، كيفاش عشتي هذه الفترة؟ بغيتك تحكي لنا المعاناة ديالكم خلال هذه الفترة ديال كورونا والاتصالات الهاتفية، يعني كانت صراعات كبيرة باش أنهم يمكنوا يتصلوا بكم، بغيناك تحكي لنا معاناتكم. حاجة ديالي المعاناة قاسية في 4 دقائق خالتي عليا يا ربي الحبيب. أنا 10 شهور ما شفت نبيل ديالي، 10 شهور أيام ديال الكورونا. كورونا جات نهار مشينا سيمانة ولا 10 أيام جات كورونا، مشينا في الزيارة ديك الأيام جات كورونا. 10 شهور ما شفتو، حتى شفتو في الكلينيك في كازا مشيت ندير العملية، كان بغي يخرج فيا ولدي، كان بغيت نحماق نقول نشوفه بعدا ويلا مت، يكون شفت ولدي يكون شفت نبيل ديالي، ندي حرقة في قلبي ولكن بعدا يكون شفتو شافني. مهم دار الطلب جابوه شافوه شفتو شافني الحمد لله والشكر لله، ولكن ماشي هي هذيك الشوفة اللي كنت كنتمنى. في الكلينيك بداك الامن كاع، ما عرفت شحال ديال الصفيطات، ما عرفت شحال ديال البوليس، ما عرفت شحال ديال الديستيات، ما عرفت شحال ديال المهم نص من كازا جاو. ماشي مجرم راه هو عارف اش كيدير، هو جاي يدير الواجب مع ماماه يشوفها ويحيي الدم ويحيي الصراط، وانا كذلك ومثال. ماشي غيجي
يهز معاه شي قنبله يطلطق ما سميتو بديك لا كلينيك. زعما شنو نقول لك حيت كتفكري في هذا الشيء والله لا كيبقى فيك الحال، كيبقى فيك الحال كتقول علاش هذا الشيء وشفتو عنقتو عنقني درعني درعتو لبستو باسني. ولكن كنقول يا ربي لو كنت صوب لي نحل قلبي يا هاجر ديالي، نحل كل شيء ونخشي تما ما سقيتش به. واخا ديك الساعه اللي بقيت معاه ما شبعتوش، ولكن قلت الحمد لله بعدا ولا ما تيكون شفتو، واخا ندير حرقه في قلبي ولكن شفتو وشافني واللهم لك الحمد. من تما من شهر 11 نهار 10 في 11 اللي شفتو في كازا في الكلينيك، حتى لهاد الايام حيت داروا الاضراب على الطعام ديك الايام اللي فاتوا نقلوه لوجده، داو لوجده والدراري الاخرين داوهم البركان. بقى تما كنطلبوا غير الزياره نمشيو نشوفوهم نشوفو ولادنا نطمنوا عليهم نديو ليهم المسائل نديو ليهم نسخروا ليهم شويه. راه كتعرفي الحبس راه اش غنقول لك. ايوا صافي حتى خرجت ديك الزياره مشينا ثلاثه بينا انا وبنتي وولدي مشينا شفناه الحمد لله، حيتاش هو بديك الاضراب كان شتي دازت عليه نقص شي 15 كيلو الصحه ديالو حاشاك تقيه الدم. بديك الوقت كان مشى مسكين ما كانش كيقد يهضر ولا يوقف حيت كيهضر عندي والله الا كان زعما الحمي كيطيح من العظم ديالي. يقول كيف الله ولدي راه هو في الاضراب على الماء والطعام وانا ما بغيتش حتى نمشي نشوفه، غير نطلل عليه ونشوفه. علاش زعما علاش لا يعقل هذا الشيء يكون تكون زعما قاعد المعاناة وهاد المأساة وهاد الشيء هذا باش ما نشوفوش كبتنا نمشي ونشوفو وليداتنا لله في سبيل الله وولادنا هذوك وكبتنا هذيك كبدنا الكبدة ديالنا محروقة على وليداتنا وقطعونا الزيارة قالوا الكورونا غتشوفوهم الجاج غتشوفوهم هادي وانا مريضة نمشي نشد المسافة حتى الوجدة ما نعرف شنو. حبيبة دقيقة دقيقة سمحي لي أجر ديالي. المهم كنطلبوا كنقولوا لها الدولة اطلق صراح المختطفين ديالنا، اطلق صراح وليداتنا، اطلق صراح المظلومين المغرب كامل راه العائلة ديالهم كيعاني وما كيعاني وحنا كنعاني ولادنا كيعاني راه حرام عليكم راه عيب وعار راه بهذه الطريقة هذه راه عمرها الدولة تكون زعما بغينا الصراح لولادنا بغينا يكونوا معانا بغينا يصوموا معانا. هاجر ديالي بغينا مشوقين ابنتي مشوقين يصوموا معانا وليداتنا ويتجمعوا معانا على الطبلة راه 4 سنين المعاناة تاع عباد الله 4 سنين كافة من الظلم كافة من صافي عينا والله إلا عينا. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وربي شايف كل شيء، ربي شايف الظلم وشايف ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على راسه وحرمه على عباده راه الظلم ما كيقبلوش الله. هاد الناس خصهم يفكروا بالحكمه ويفكروا بالعقل ويشوفوا الحل منين، يشوفوا الحل لولاتنا وليدات المظلومين كاملين الصحافه واي مظلوم. هادشي اللي غنقولها جاب ديالي وشكرا بزاف وشكرا للعائلات اللي حضروا معنا وشكرا للمتتابعين والمتتابعات وكنشكر جميع المناضلين وجميع الاحرار وجميع الحرائر وشكرا جاب ديالي الله يحفظك بارك الله عليك لهلا يخطيك حبيبه ديالي راكي عزيزه وسلمي لي على ديك النساء يلا سلامه حبيبه ديالي شكرا بزاف
والدة ناصر الزفزافي، المهم كيقولوا اخره مسك. خالتي زليخة نفس السؤال، بغيناك تحكي لنا المعاناة ديالك خلال الفترة ديال كورونا، شهور ما شفتيش ناصر، خصوصا ان ناصر كان مريض وكان وضعه الصحي سيء جدا، بغيناك تحكي لنا معاناتك ولكن في ظرف 4 ديال الدقائق. المعاناة ديالي انا عام ما شفت ولدي ديك قبل كورونا، حيت ما مشيت عنده، كنت عيانة مشيت لكازا الرباط للطبيب، من تما دوزت عنده درت زيارة. من ديك الوقت مهم عام كملت عام ما مشيت عنده، جات كورونا حبستنا ما نشوفوا ولادنا اللي مريض ولا اللي عيان. هادي حتى انا واحد النهار عيانة شوية الموت اللي درت عليه العملية ديال السرطان كيدرني ديك الموتى، ومشيت لطنجة باش غادي ندير، مشيت للطبيب باش غادي ندير الكونترول ونشوف شنو كيدرني الدخل. وديك الساعة جابوه طلب هو باش يجي يشوفني في ديك الكلينيك فاش كنت كنعالج، جا عندي جابوه. ولكن اش غنقول لك، ادهشت من شوف ديك البلعاد القوة. البيت فاش دخلت محاصر معايا لداخل، كلشي محاصرين لداخل وعلى برا، ومهم الصحه، المهم اش غنقول لك، واحد المنظر. وكان كينا دخل عليا هو كيدخل هذا طويل وكيضحك، دخل كيضحك، هو دائما عنده الضحكه كيضحك. ايوا جلست معاه وهضرنا وكيف دايره ولدي هادي صافي. جلست زعما خير بي اللي جلس معايا ديك الساعه، قلت له ولدي غنوض دابا تمشي، ما خصناش نعيقو، غادي تمشي. وفي ديك اللحظه كون جبرت ولدي غادي يجي معايا، ماشي غادي يمشي، غادي يرجع للسجن. ولكن اش غادي نديرو، ما عندنا ما نديرو، حيت هو دازت فيه جميع المعاناه المرض، كل ساعه راه مريض مع الاضرابات هادو ومع اللي كانوا كيضربوا في الراس، وكل واحد الولد اليد ديالو كيبدا يتشلو وما كيبغاش يتحركو، ولحموا كل شيء كياكلوا ما نعرفش شنو كيحك، اي مواطا كيحك وصافي، وما كاين كيشرب الماء ولا ما كاينش دافين على العافيه، ما يقدرش يشرب الماء، وكينعس على كرشو كيبات اللي كامل هو كيصهط وكيغوت، والناس مع كيباتو مساكن جالسين حداه. ولكن ولدي عانى واحد المعاناه كبيره اجار ديالي والله العظيم، حيت بحال نهار شدوه من نهار مسكين فاش داروا في هذاك سميتو في عكاشه، عام وثلاث شهور وزنزانه انفراديه، حتى ما كيشوف صحابه ما كيشوف حتى واحد. نهار كنمشيو للزياره كيجيبوه بوحدو عندنا، كنتلقاو غير انا وباه، واحد بحال دخل السوايع ما كاينش حتى الاخر، عاد زادونا كان واحد الوقت زعما كنقص معاه شويه. المهم واحد المعاناه عانيت مع نصيب ديالي، وتا هو عانى. حنا عمر ما نوينا والله العظيم، عمر ما نويت زعما غادي يوقع فينا هذا الشيء، حيت الدراري خرجوا سلميين، ما دارت حتى شي حاجه خارج القانون ولا خرجوا كيغوطوا بغينا هذه ولكن الدوله استجبت بواحد القمع كبير، قمعونا كرفصونا بلا دابا الدور ديالنا، نهار فاش جمعوا علينا اش داروا فينا هنايا، واش هادي انا دخلت المستشفى. المهم الحمد لله هذا الشيء اللي غادي نقول، ولكن دابا حنا كنتمنى وكنتمنى مها الدوله تفكر وتطلق لولادنا، تطلق لولادنا، هي عارفه هاد الدراري هادوم ما فيهم بشي حاجه خايبه ولا النيه ديالهم شي حاجه اللي ماشي مزيانه ولا هما باغيين، غتكون بلادنا مزيانه مزيانه، المغرب كامل ماشي غير حنا الريف ولا، راه كلشي الناس كتعاني دابا في هاد الوقيته تاع الكورونا، الناس كلشي كيعاني، المعاناه زعما زادت، حنا بغينا تنقص هي كتزيد. واش غادي نديرو دابا حنايا عيينا منغوتو، نقول ولادنا هما ما باغيين يتنقلوا ولادنا، ما بغاو يرحموا ولادنا، ما يرحمونا حنايا. ولكن شنقول لك هاجر ديالي، دعيناهم الله ياخذ فيهم الحق، وكنحييك واحد التحيه كبيره كبيره ليك انتينا والام عمر والزوجه ديال الريسوني، كلشي مساكن ربي صبرهم يعطيهم حتى هما واحد القوه، حنا مجربين
هذا الإضراب عن الطعام، جربين هاد ولادنا باش يفرقوا العائلة ويفرقوا الزوجات ديالهم ويفرقوا، حنا مجربين والله إلا متأسفين معاهم حتى هما، ولكن إن شاء الله ربي كبير غادي يشوف فيهم يطلق السراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع أي واحد هضر على كلمة الحق وعلى الحق ربي غادي يستجب لهم إن شاء الله. وشكرا هاجر ديالي، شكرا بزاف على هذا القناة هذا المباشر اللي درنا معك، حيدنا شوية على قلبنا هضرنا. وكنشكركم كاملين وكنشكر جميع المتتابعين داخل المغرب وخارج المغرب جميعا كنشكرهم، وشكرا هاجر ديالي، شكرا بزاف، الله يرحم والديك. ساق الناصر الزفزافي، وايضا كنشكر العاليه والديالي، كنشكرك انت اللي تمحنتي وتعذبتي وجمعتينا جمعتينا تشوفنا قصينا نفس المعاناه ديالنا وحده، كنتمنوا لكم الصبر والقوه ان شاء الله والصمود. ربي يفاجئها ان شاء الله، يفاجئها على راجلك بنتي ويفاجئها على عمر الرادي وعلى جميع المظلومين جميع المعتقلين اللي في المغرب مظلومين ان شاء الله. يا ربي الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ربي يقوينا بالصبر ان شاء الله، لا حنا ولا نتوما، ما سخيناش بكم ما سخيناش بكم، درنا واحد درنا واحد الحوار مع ديرتنا زوين ان شاء الله مره اخرى يا ربي العالمين. والله يطلق سراح ولادنا، الله يطلق سراح راجلك، والله يطلق سراح جميع الصحافة إن شاء الله اللي مظلومين يا ربي الكريم. وفي هذه العواشر مبروك العواشر، مبروك سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والفرج إن شاء الله يا ربي. وكنشكركم بزاف بزاف، وربي يسهل الأمور إن شاء الله يا ربي. يلا تحياتي حبيبة، كنحييك وكنحيي أستاذة هاجر، كنحيي أستاذة فتيحة، نقول لها الصبر ثم الصبر ثم الصبر، دابا يحين الله ودابا يفاجئها الله، وتسلم لي بزاف بزاف على سي عمر، عندي عزيز رجع عندي حتى للدار، جلس معايا جلس معاه، راني راه هو عزيز، راه هو في القلب جميع الصحافه عزيزين عليا، وكنحسبهم ولادي، كنحسبهم بحال ولادي، كنطلب معاهم الفرج ان شاء الله يا ربي. في هذه العواشر ما تخيبنا وما تقنحنا يا ربي، يخرجوا ولادنا، وكنطلب من هاد الدولة صراح جميع المختطفين السياسيين المظلومين في المغرب كامل، كنطلبوا الصراح لولادنا ان شاء الله في اقرب وقت. يلا سارة دي اجر ديالي، والله ما شبعت منك هاد الحوار، وحق الله العظيم وراكي عزيزه بزاف، راه حتى انت جلسنا مع بعضياتنا وتهودنا وتشوفنا مره اخرى بنتي، مرة أخرى إن شاء الله، ربي معك ربي عونك إن شاء الله. يلا تحياتي، وكنحيي الجميع إخواننا خارج الوطن وداخل، كنحيي جميع المتتبعين. يلا حبيبة ديالي، شكرا، سلامة. معاناتكم وقصتكم مع الاعتقال السياسي في المغرب، وكنحييكم على الصبر ديالكم وعلى الكفاح ديالكم، كنتمنى على أنه يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرحمة، فراج يعني فراج كبير اللي يخرجوا فيه المعتقلين، ويكون فيه يعني اصلاحات حقوقيه وسياسيه في المغرب، وانه يكون عندنا وطن يعني كيجمع المغاربه بدون استثناء. شكرا للمتابعين في الحلقه وجميع الصحافيين، وكنعاود نشكر خلود وسيده فاتحه خالتي العليا خالتي زريحه، كنشكركم لانكم شاركتوا معنا، وان شاء الله ونتمنوا على انه الاضراب عن اللي كيخوضوا سليمان الريسوني وعمر راضي على انه ما ياثرش على صحتهم بشكل كبير، لان هي اللي كتعطيهم الله يفجيهم الله يفجيهم، ويكون المتابعه ديالهم في حاله صراح. شكرا لكم، شكرا لانكم شاركتوا معنا. كنشكر الاخت زليفه، كنشكرها على الصمود ديالها حتى هي، وكنقول لها احنا دابا نصبروا ما عندنا ما نديروا، هادشي اللي عطى الله وربي يفرج ان شاء الله. يلا حبيبتي خليتك على خير وبخير، والسلام عليكم مره اخرى ان شاء الله، تحياتي.